قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. لحظة الحسم لحظة حرجة. كان جعفر الخلوف المزداد في الخامس من نوفمبر من العام 85 900 وألف، الابن البكر في أسرة تتكون من الأب الذي كان يعمل حارسا ليليا وأم ربة بيت وثلاثة أطفال. عدا جعفر لا يتجاوز عمر أكبرهم 12 عاما. كانت الأسرة تسكن الحي المعروف في الرباط بحي البويتات. كان والد جعفر رجلا مكافحا يبذل قصارى الجهد لتوفير لقمة العيش لأسرته، وكان جعفر ولدا مهذبا شغوفا بالدراسة والتحصيل. كان كما أبناء كثيرين من العائلات الفقيرة يرى الخلاص في الحصول على الشهادات الدراسية العليا. كان حلمه أن يتمكن يوما ما من مساعدة والده وإخراج أسرته مما هي فيه من عوز. في العام 2004 كان جعفر الخلوف كأقرانه يستعد لاجتياز امتحانات البكالوريا. كان يمضي الليالي في مراجعة الدروس. ذات مساء بينما كان يراجع رفقة بعض الأصدقاء أحس بصداع رهيب، لعله ناتج عن الإرهاق، كذلك ظن جعفر. وكان في المجموعة شاب ناوله قرصا ماء ابتلعه حتى شعر بتراجع للألم. في اليوم التالي تقريبا في الوقت ذاته أحس جعفر الخلوف بصداع في الرأس، ولم يكن الذي ناوله القرص موجودا، فاضطر إلى الذهاب عنده إلى البيت حيث ناوله قرصا آخر. لم يكن جعفر وهو يلتجئ إلى صاحبه ذاك يعلم أنه وقع في شرك الإدمان، وأن صاحبه لم يكن سوى مروج للأقراص المهلوسة في حي البويتات. ساءت حالة جعفر وصارت حالة الهيجان تلازم نوبات الصداع، ودخل في الدوامة. لم يجتز الامتحانات وضاع كل ذلك الجهد الذي بذله خلال عام كامل. انقلب مجرى الحياة في بيت أسرة محمد الخلوف رأسا على عقب، وصار الشاب يبتز والديه لشراء الأقراص المهلوسة، تلك التي تسمى القرقوبي، وبالتدريج صار يستعمل العنف ضد والديه وإخوته. تبدل سلوكه ولم يعد ذاك الفتى المهذب القدوة، صار يعرف في حي البويتات بجعفر الحلوف للعنف الذي صار يطبع سلوكه، خاصة حين لا تتوفر لديه تلك الحبوب المخربة. من بين سكان الحي رجل أمن اسمه بجمع الطاهر، كان يعمل شرطي مرور، رجل في 50 من العمر، عرف عنه تفانيه في عمله واستقامته، وكان قد استقر في البويتات منذ عدة سنوات، حيث بنى بيتا متواضعا لأسرته على بقعة أرضية ورثها عن والده. كان السي بجمعة كما ينادونه في الحي شرطي مرور معروف في الرباط. كانت حركاته وهو يواجه تلك السيول من السيارات تلفت إليه الأنظار، كان رجلا محترما. في حي البويتات كثيرا ما لجأ السكان إلى باب سي بجمعة طلبا للمساعدة في حل مشكلة إدارية أو سعيا وراء نصيحة، ولم يكن الرجل يبخل على من يطرق بابه. وكذلك جاء إلى منزل سي بجمعة والد جعفر يطلب مساعدته على إيداع ولده جعفر مستشفى الرازي للأمراض العقلية. حكى الرجل لسي بجمعة كيف أن ابنه البكر تحول من شاب له طموح وأحلام إلى مدمن على القرقوبي. كل الناس يعلمون أن مروجي تلك الحبوب التي تذهب بعقول الشباب يؤتى بها إلى أبواب المدارس وأحيانا إلى داخل فصول الدرس. حالات كثيرة سجلت في أبواب مدارس ابتدائية، وكثيرا ما يكون المروجون من بين التلاميذ أنفسهم ممن يستقطبهم كبار المروجين لتلك السموم. حلق الحديث الذي دار بين السي بجمعة ووالد جعفر في عموميات كثيرة تخص الظاهرة. غادر محمد الخلوف والد جعفر وقد وعده السي بجمعة بأنه سوف يعمل كل ما في وسعه لمساعدته. كان ضغط جعفر يزداد على أسرته، وصارت والدته تقتسم معه المصروف اليومي للأسرة تفاديا لنوبات هيجانه التي تنتهي في كل مرة بتكسير ما بقي من أثاث أو السطو على آنية أو غطاء لبيعه وشراء القرقوبي.
بعد 3 أيام التقى السيب جمعة بمحمد الخلوف وأبلغه أنه تمكن من الحصول على موعد لجعفر في مستشفى الرازي. في اليوم المعلوم أحضرت سيارة إسعاف وتم تكبيل جعفر ونقل إلى مستشفى الرازي. كان أمل والده أن يقبل الطبيب بإيداعه المستشفى حتى يتمكن من التخلص من إدمان القرقوبي. كان الانتظار في باب مستشفى الرازي طويلا، وكان وجود بائعي السندويشات والبيض المسلوق والمياه المعدنية والفريت والخبز ينبئ القادم إلى المستشفى بأن الانتظار سيطول، وكذلك طال انتظار محمد الخلوف وولده جعفر. كانت طبيبة متمرنة تتولى إعداد الملفات، بيد أن قرار الحسم يعود إلى الطبيب المسؤول الأول عن المستشفى. وقد استغرب أبو جعفر يومها كيف أن ولده الذي كان طوال الوقت في حالة توتر يلتزم الهدوء. كان يود لو جاءته نوبة الهيجان حتى ترى الطبيب ما يفعل به الاحتياج إلى القرقوبي، ولكن الشاب ظل هادئا. دونت الطبيبة المتمرنة كتابات في ملف جعفر، ثم كتبت وصفة وقالت للرجل: عد بولدك إلى البيت وأعطه هذا الدواء لمدة 2 شهر. كبيرة كانت خيبة أمله. عاد بولده جعفر إلى البيت، وعاد جعفر إلى سابق حالاته، وأيقن الرجل أن قدره ألا يخرج من الدوامة. مع الوقت لم يكن جعفر يأتي إلى البيت إلا للحصول على مال يشتري به المخدر، بل إنه تدرج في سلم العنف وصار يتنقل في حي البويتات ومعه سيف حقيقي. كان السكان يحتاطون من تقلبات مزاجه. مساء 6 ماي من العام 2005 كان شرطي المرور سيبو جمعة عائدا إلى منزله بعد يوم من العمل. كان كل ما يفكر فيه أن يبلغ بيته ويأخذ قسطا من الراحة، وكعادته عرج على سوق الخضر والفواكه بالأحباس، حيث تعود أن يعود إلى البيت حاملا معه بعض ما تحتاج إليه أسرته. وبينما هو عند بائع الخضر لمح جعفر الحلوف مقبلا وقد أشهر سيفه، كان يهدد المارة والمتسوقين. تظاهر الشرطي بجمعة بأنه لم يره، ولكن جعفر رآه وأقبل نحوه رافعا سيفه. ظن الشرطي أنه سيمضي إلى حال سبيله، ولكن الشاب كان في حالة هيجان. توقف غير بعيد عن سيبو جمعة وصار يكيله الكلام النابي، ولما لم يرد عليه اقترب أكثر وهم بأن يوجه إليه ضربة إلى الوجه. تراجع الشرطي إلى الوراء وابتعد من كان بقربه من المتسوقين والمارة، ولكن هيجان جعفر ازداد. انقض على الشرطي ثانية فاتقى ضربة السكين بدراجته الهوائية، ولكن جعفر أعاد الكرة. في تلك اللحظة أخرج سيبو جمعة مسدسه وقال لجعفر إنه سيطلق نار هو لم يكف، ولكنه لم يتوقف. ولما حاول الهجوم من جديد أطلق عليه الشرطي النار، أصابه في العنق. كانت طلقة واحدة، خر إثرها جعفر صريعا. اتصل أحدهم بشرطة النجدة وأبلغ عن مقتل شاب برصاص رجل شرطة في سوق الأحباس. حضر والي الأمن شخصيا ومعه وكيل الملك. تم تطويق مسرح الأحداث وشرع في البحث عن شهود. لم يتقدم أي شخص ممن تابعوا الوقائع للإدلاء بشهادته. اقتيد الشرطي إلى مقر ولاية الأمن بعدما سلم سلاحه المهني. تم توجيه ملتمس إلى قاضي التحقيق للبحث في الموضوع. حكى الشرطي بجمعة تفاصيل التفاصيل في الذي حدث قبل أن يضطر إلى استعمال مسدسه دفاعا عن النفس. قرر قاضي التحقيق إيداع الشرطي الاعتقال الاحتياطي. في اليوم التالي مضى محمد الخلوف إلى المستودع البلدي للأموات، حيث تسلم جثة ولده جعفر. تم الدفن عصر ذلك اليوم، وكان أبو جعفر قد سمع روايات متناقضة حول الذي حدث لابنه مع الشرطي سيبو جمعة. كانت بعض الروايات تحثه على متابعة الشرطي. بعد أن عاد من المقبرة فكر محمد الخلوف مليا في الأمر. أمضى الليل يفكر، وفي الصباح في صمت نهض وتوجه إلى المحكمة يريد مكتب قاضي التحقيق.
لم ينتظر طويلا. لما سأله القاضي عما يريد قال الرجل المكلوم إنه جاء ليقول كلمة حق، الشرطي لم يقم سوى بالدفاع عن نفسه. بعد تدوين أقوال والد جعفر في محضر رسمي بوشرت مسطرة إخلاء سبيل الشرطي بجمع الطاهور، وسيظل سكان حي البويتات يذكرون هذه القصة المأساوية كواحدة من نتائج تلك المخدرات التي تروج في أبواب المدارس يغتني بها أفراد بلا ضمير وتذهب بعقول وحياة شبان في عمر الزهور. ليلة ولد عبد الجليل، الجزء الأول. في المدن العتيقة وفي الأحياء الشعبية حيث تكون العلاقات بين الأسر كثيفة ومتداخلة، كثيرا ما أثثت قصص الحب فضاء الهمس، قصص يتوجها الزواج حينا وتنتهي بافتراق الأحبة في أحيان أخرى وفي حالات تكون النهاية مأساوية. قصة الحب التي نشأت بين عبد الجليل وحياة لم تكن استثناء، فالشابان اللذان يسكنان في زنقة الشبانات بقلعة الوداية بالرباط تعلقا ببعضهما منذ كانا مراهقين. يبلغ عبد الجليل الداودي 26 عاما وتصغره حياة الموجودي بأربع سنوات، وكان نموذجين لشابين ناجحين من شباب الوداية. كان عبد الجليل مهندسا في المعلوميات بينما كانت حياة مصممة أزياء، وقد تعود على اللقاء أيام العطل بمطعم يطل على البحر، كان فضاء هادئا يأمه السياح والعشاق. ذاك 11 من مايو من العام 2000، وكان يوم أحد، كان عبد الجليل وحياة على موعد في ذلك المطعم. كان موعدهما الساعة 4 عصرا. لما وصلت وجدته في انتظارها، بدت سعيدة لهذا اللقاء، على الأقل حرصت على أن تبدو كذلك، غير أنها لم تتمكن من أن تخفي من عينيها مسحة حزن. حرص عبد الجليل على أن يستقبلها استقبال المشتاق. لم تكن حياة تستطيع أن تخفي حزنها لفترة طويلة، ولذلك ها هي تبادر إلى كشف سبب تلك المسحة من الحزن البادية عليها. قالت إن قريبها الذي تعود على زيارة والدتها نهاية كل شهر يوجد في البيت، ولذلك فإنها بما أنها لا ترتاح لوجوده في المنزل ستكون مضطرة لتعود سريعا. كان عبد الجليل يرى أن الزيارات المتكررة لهذا القريب إلى منزل حياة قد تفضي إلى مشاكل وإلى ما لا تحمد عقباه. كان واضحا أن وراء تلك الزيارات سرا. اقترح عبد الجليل على حياة مساعدتها وأن يقوم بمبادرة تستجلي أسرار تلك الزيارات. لم يكشف تفاصيل مبادرته. وافقت حياة ولكنها اشترطت أن لا تعلم أمها بالأمر. لما غادرت نزل عبد الجليل يتمشى على الشاطئ، كان يقلب أفكاره يرتبها ربما. وعد عبد الجليل الدودي حياة الموجود بالزواج لما كان طالبا. كانت الأسرتان الجارتان على علم بقصة الحب بين الشابين، وقد كان قويا وقع معارضة والدة حياة لمشروع الزواج. كان التبرير الوحيد الذي قدمته أنهما أخوان من الرضاعة. قالت والدة حياة إنها أرضعت عبد الجليل وبعض إخوته، ولكن ما يثير الحيرة لدى عبد الجليل أن والدته لما سألها عن ذلك نفت بشكل قاطع أن تكون أم حياة أرضعت أيا من أبناء أسرة الداودي. نفت أم عبد الجليل أن يكون عبد الجليل شقيقا لحياة من الرضاعة. لما تعارض أم حياة إذن زواج ابنتها من عبد الجليل؟ كان البحر هائجا وكان رذاذ الموج المتسابق إلى الشاطئ يداعب وجه عبد الجليل الذي بدا وقد أغرق في لجة التساؤلات الكثيرة التي لا يجد لها أجوبة شافية. استقر رأيه على أن يستعين بالشرطة لاستجلاء سر الزيارات المتكررة لذلك الرجل إلى منزل عائلة حياة. كان يعلم أنه يجازف، ومع ذلك قرر أن يبادر. في عصر الغد توجه إلى مقر الدائرة الأولى.
دخل المبنى وتوغل في ممر به أبواب مكاتب مغلقة. واصل إلى أن أفضى إلى فناء. كان هناك شرطي مسن تبدو عليه الصرامة. طلب منه سبب حضوره. رد الشاب بأنه يريد مقابلة العميد. سأله الشرطي عن الموضوع. رد الشاب بأنه سبب شخصي. صرخ الشرطي في وجه عبد الجليل قائلا إنه يتعين عليه أن يكشف الموضوع الذي يريد أن يقابل العميد بشأنه. رد عبد الجليل بما لم يرق الشرطي. ارتفعت أصوات الرجلين. فجأة فتح باب على الفناء. أطل شاب خاطب الشرطي بلهجة الآمر. وجه عبد الجليل سؤاله إلى الشاب، هل يتعين على كل زائر لمقر الشرطة أن يبوح بما يريده على مسمع من الجميع؟ أضاف، إذا كنت أنت العميد فأنا أرغب في مقابلتك. رد الشاب بأنه هو العميد ودعاه إلى الدخول. طلب منه الجلوس. ساد صمت لعدة ثوان. كان كل واحد من الشابين يمعن النظر في الآخر. كان العميد أسرع في التذكر، بادر بسؤال، ألست عبد الجليل؟ رد عبد الجليل النعم. سأل العميد، ألم تكن طالبا في ثانوية مولاي يوسف؟ أما زلت تسكن الودايا؟ كان عبد الجليل يرد بالإيجاب، ولكنه لم يكن قد اهتدى بعد إلى من يكن العميد. لم يطل الانتظار، فقد بادره العميد بأنه زميله في الدراسة أحمد عبد الصبور. يا للصدفة. تعانق الشابان يباركان هذه اللحظة التي جمعتهما بعد أن باعدت بينهما السنون. كادت الذكريات تنسي عبد الجليل موضوع زيارته وطلب مقابلته العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن الوطني. أبلغ عبد الجليل صديقه العميد بأنه ما زال يسكن في الودايا رغم أنه يملك منزلا في حي الرياض، فقد آثر أن يظل بجانب والدته بعد أن مات والده في العام 98-900 وألف. قال إنه مرتبط بفتاة من الجيران، غير أن والدتها تعارض زواجه منها إذ تزعم أنهما أخوان من الرضاعة. ذكر أيضا أن والدته تنفي تلك العلاقة. والواقع أن عبد الجليل جعل من ذلك مقدمة ليبلغ العميد أحمد عبد الصبور بموضوع الزيارة. قال إن رجلا من أقرباء والد الفتاة التي يرتبط بها يقوم بزيارات متكررة إلى بيت هذه الأسرة، وإن تلك الزيارات تبدو مزعجة، وإنه لا يستبعد أن يكون وراء الأمر سرا. طرح العميد على صديقه عدة أسئلة، ولكنه لم يستنتج منها ما يتيح التدخل إلا إذا تقدمت والدة خطيبته بشكاية. عبر العميد عن أسفه لتعذر مساعدة صديقه. كان يرافقه إلى باب المكتب ليودعه. في تلك الأثناء اقترح عبد الجليل أن يجازف وأن يتحمل المسؤولية فيما قد يحدث. قريب حياة أمس يقلقه، ولذلك اقترح أن يفتعل شجارا مع الرجل بغرض استقدامه إلى المفوضية بما يتيح التحقق مما إذا كان ذا سوابق. بعد 3 أيام علم عبد الجليل من حياة أن الضيف المزعج يوجد في منزل أسرتها. كانت الفرصة التي يترصدها عبد الجليل. انتظره في مدخل الدرب. كان الرجل مقبلا، ولما بلغ مستوى منزل أسرة الدودي ارتمى عليه عبد الجليل واتهمه بمحاولة اقتحام المنزل. اشتبك الرجلان بالأيدي. تدخل الجيران وتم استدعاء الشرطة التي لم تتأخر سيارتها في الوصول. تقرر نقل الطرفين إلى مركز الأمن. تذرع عبد الجليل بأنه يريد أخذ بطاقة تعريفه الوطنية. ولما دخل المنزل اتصل بصديقه العميد أحمد عبد الصبور وأبلغه بأن دورية الأمن ستصل به وبالرجل المزعج بعد دقائق. تم تقديم الرجل ومعه عبد الجليل إلى العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن. استنطقهما وحذر عبد الجليل الدودي من عواقب الاتهام الذي يوجهه إلى الرجل، وطلب منه أن يعتذر. أكد الرجل أنه ابن عم المرحوم عبد السلام الموجودي الذي تسكن أسرته بنفس درب عبد الجليل الدودي.
سجل العميد رقمي بطاقتي تعريف الطرفين وأخلى سبيلهما. ذهب الرجل إلى حال سبيله بينما بقي عبد الجليل ينتظر ما سينتج عن مغامرته. طلب منه العميد انتظار الغد حتى يتسنى إجراء البحث في قاعدة المعلومات. في صباح اليوم الموالي في الساعة 8 رن هاتف عبد الجليل. كان المتصل صديقه العميد عبد الصبور. طلب منه أن يزوره قبل الذهاب إلى عمله. بعد لحظات كان عبد الجليل في مكتب العميد. مفوضية الشرطة لا تبعد كثيرا عن منزله. أبلغه العميد بأن الرجل ذو سوابق إحداها تثير الاستغراب، فقبل 15 سنة تسبب في حادثة مرور في مقتل رجل بساحة لودايا بنفس الحي الذي يقطنه ابن عمه، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وأمضى العقوبة في سجن لودايا. كان الضحية يدعى عبد الرحمن بن دريس الداودي الذي يسكن نفس الحي بالودايا. لن يكون مستغربا أن تكون هذه الصدف مجتمعة ذات صلة بالزيارات المتكررة لابن عم المرحوم عبد الرحمن الموجود إلى بيت الأسرة. كانت زيارات تثير الشبهة، خاصة وأن أرملة المرحوم الموجود كانت سيدة لما تبلغ منتصف العمر، وكانت على قدر يحترم من الجمال. لما سمع عبد الجليل اسم الضحية حادثة السير التي وقعت قبل 15 سنة في ساحة الودايا كاد يغمى عليه. لم يكن صديقه ليقيم علاقة ما بين الحادثة وأطرافها وحالة الانهيار التي انتابت صديقه المهندس عبد الجليل. لما استرجع أنفاسه أبلغ عبد الجليل صديقه العميد عبد الصبور بأن الذي مات في تلك الحادثة المروعة كان والده. كانت معلومة ذا أهمية قصوى، إذ جعلت التحريات حول خلفية الرجل ابن عم المرحوم الموجود تكتسب معنى. عبد الجليل الداودي وجد نفسه في ملاحقة الرجل الذي تسبب في موت والده. لم يكن ذلك قصده، كان يريد أن يستجلي سر رفض والدة حياة زواجهما. طلب منه العميد أن يأتيه في أقرب وقت بدفتر الحالة المدنية لوالدي حياة علّه يتمكن من إثبات ما هو الآن في حكم المفترض. تعود عبد الجليل وحياة الصراحة والوضوح في علاقتهما. كانت علاقة حب ألزمهما الشك في احتمال صلة الأخوة للرضاعة بينهما أن يلتزما بها حدود العفة. ضرب لها موعدا مساء ذلك اليوم. التقيا في المطعم المطل على الشاطئ. أطلعها على ما توصل إليه. أبدت معارضة لكل إقحام لوالدتها في الموضوع. ذكرته، وكان عبد الجليل يعلم علم اليقين، بأن والدتها مصابة بالصرع، وبأن كل صدمة قوية قد تسبب هلاكها. اتفقت حياة مع عبد الجليل على مرافقته لمقابلة العميد عبد الصبور. التقى الثلاثة يوم السبت في المفوضية. فقد حضر العميد بالرغم من أن اليوم يوم عطلة. ما أن فحص الأوراق حتى أيقن بأن الرجل الذي يزور أسرة حياة هو ابن عم والدها، غير أنه استغرب كيف أن أم عبد الجليل لم تكن تعلم أن قريب جيرانها الأقرب هو من تسبب في مقتل زوجها عبد الرحمن بن دريس الداودي. وجد عبد الجليل وحياة نفسهما في موقف محرج، لم يكونا يعلمان هذه التفاصيل. اقترح العميد أن يقوم بالتحريات الضرورية لاستجلاء الأمر والكشف عن الأسرار التي تكمن في ثنايا القصة. الجزء الأخير. عشق عبد الجليل الدودي بنت الجيران حياة الموجودي. كان من أبناء الودايا بالرباط. كان نموذجين لشباب الودايا الناجحين. هو مهندس معلوميات وهي مصممة أزياء مرموقة. كانت تربط أسرتي الموجود والداودي علاقات تتعدى علاقات الجوار العادية، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت عبد الجليل يستغرب أن تعارض والدة حياة زواجها منها. زعمت أنهما أخوين من الرضاعة، ولكن أم عبد الجليل أبلغت ولدها بأن أم حياة لم ترضع أيا من أبناء المرحوم عبد الرحمن الداودي. بدا أن وراء الأمر سرا ما.
كان يتردد على بيت أرملة الموجودي رجل هو ابن عم الراحل عبد السلام الموجودي، وكانت زياراته المتكررة تثير غضب حياة، وكانت خلال لقائها بعبد الجليل لا تخفيه قلقها من الحضور المتكرر للرجل في بيت الأسرة. سعى عبد الجليل إلى استجلاء السر وراء الزيارات المتكررة للرجل. اكتشف أن العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن زميل دراسة قديم، تعمد استفزاز الرجل ليوصله إلى مركز الشرطة. مكنت التحريات أن للرجل سوابق كثيرة، منها ارتكابه حادثة سير في ساحة الوداية تسببت قبل 15 عاما في مقتل رجل. تبين أن القتيل كان والد عبد الجليل. استغرب عميد الشرطة كيف أن والدة عبد الجليل لم تكن تعلم أن من تسبب في مقتل زوجها هو قريب جيرانها. كان قصد عبد الجليل أن يستكشف السر وراء رفض أم حياة زواجها منها. طلب منه عميد الشرطة إحضار دفتر الحالة المدنية لعائلة الموجودي. لما أبلغ حياة بالأمر وافقت على أن لا يتم إقحام والدتها في الموضوع. كانت والدتها مصابة بمرض الصرع وكانت تخشى أن تتأزم حالتها. مع اكتشاف الحقائق الجديدة وأن من قتل والد عبد الجليل هو قريب عائلة حياة، صار الشابان في موقف حرج. اقترح العميد أحمد عبد الصبور أن يتولى التحقيق لاستجلاء ما تخفيه الحكاية. وضع خطة عمل حرص على أن يضمنها ما يجنب والدة حياة كل تأزم في حالتها الصحية. قرر التوجه إلى بيت عائلة الموجود مدعيا أنه يبحث عن رجل يشتبه في قيامه بأعمال نصب ويدعى الموجود، وأن معلومات تفيد بأنه يختبئ في البيت. كان عبد الجليل كما حياة على اطلاع على الخطة، وكانت حياة في بيت عائلة عبد الجليل على استعداد للتدخل إذا ما عاودت نوبات الصرع والدتها. عصر ذلك السبت طرق العميد أحمد عبد الصبور باب عائلة الموجود. فتحت والدة حياة الباب. قدم العميد الشاب نفسه. سألها عن رجل يدعى الموجود يشتبه في تورطه في أعمال نصب، وأن المعلومات تقول إنه يختبئ في هذا المنزل. قالت السيدة إن الرجل من أقارب زوجها، لكنه غادر المنزل منذ بضعة أيام، ودعت الضابط إلى الدخول لتأكد من أنه غير موجود بالبيت. قبل أن يدخل أمر العميد رجل شرطة كان يرافقه بأن يبقى يقظا وأن يمنع كل من حاول الخروج من المنزل. دخل العميد الشاب، اكتشف منزلا تنم طريقة تأفيفه عن ذوق رفيع لصاحبته. دعته المرأة إلى قاعة الاستقبال، عرضت عليه فنجان قهوة، لم يرفض. بعد قليل أقبلت السيدة ذات 45 سنة تحمل صينية فضية بها إبريق القهوة وصحن الحلوى. سألها العميد عن صلة القرابة التي تربطها بالشخص المبحوث عنها. قالت إنه ابن عم زوجها الراحل، وإنه يقوم بزيارتها من حين لآخر، غير أنها لا تعلم من نشاطه سوى أنه كان قبل سنوات سائق تاكسي قروي. أجابت على كل الأسئلة ولم تكن تبدو منفعلة. ولما سأل عن حادثة السير التي تسبب فيها المبحوث عنه والتي كان ضحيتها جارها عبد الرحمن الدودي، قالت إنها لا تعلم شيئا عن تلك الحادثة. نهض العميد وهم بالانصراف. طلب منها أن تدله على منزل الدودي ليسأل عنه. قالت لقد مات. رد العميد بأنه سيسأل أرملته. لما كاد يبلغ باب المنزل رجته أن يعود لتجيب على كل الأسئلة. قالت إنها لا ترغب في أن يعلم الجيران، وإنها على استعداد لتبوح له بسر تحتفظ به منذ أكثر من 20 عاما. رجته أن يعدها بالكتمان وبعدم التعرض لمن ماتوا، لأن خروج هذا السر إلى العلن قد يوقد نار الكراهية بينها وجيرانها. استوت السيدة على كرسي وجها لوجه مع العميد أحمد عبد الصبور. قالت إن مصيبة حلت بها قبل أكثر من 22 عاما، إنها تعيش إلى الآن تلك اللحظات بكل تفاصيلها ورهبتها
وقساوتها. كان عليها أن تعود إلى البداية. قالت إنها تزوجت عبد السلام الموجودي ولما تكن قد تخطت ربيعها 16، جاء بها من وزان لتستقر معه في الوداية في هذا المنزل الذي تقيم فيه إلى الآن. تعرفت على السيدة رحمة زوجة عبد الرحمن الدودي التي تسكن المنزل المقابل. كان للأخيرة وقتها ولد واحد اسمه عبد الجليل. توطدت العلاقات بين الجارتين، صارت علاقات حميمة. كانت الواحدة تستعين بالأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لحظة الوضع مثلا. وهكذا حين وضعت السيدة رحمة مولودها الثاني الذي يبلغ من العمر الآن 23 عاما، كانت هي التي تولت رعاية الطفل الأكبر. لم يكن ذلك هو السر. قالت إن السر الذي ينهكها منذ أكثر من 22 عاما يرتبط بوقائع أخرى، فقد جاء جارتها المخاض، لم يكن بمقدورها طلب المساعدة إلا منها، ساعدتها على الوضع وتم كل شيء على أحسن ما يرام. تنفست المرأة نفسا عميقا ثم أضافت أنها بعد ذلك أحست بنوبة الصرع. خرجت من الغرفة حيث كانت النفساء إلى فناء الدار علها تستنشق هواء يساعدها على التماسك. في غرفة مجاورة سقطت مغشيا عليها. صمتت قليلا، بدت شديدة الانفعال. خشي العميد أن تحل بها نوبة الصرع. بعد لحظات استرجعت أنفاسها، كانت عيناها تدمعان. قالت بصوت اعترته بحة إنها لما استيقظت أحست أنها تعرضت للاغتصاب. لمحت عند الباب شبح رجل يغادر وهو يلملم ثيابه. كان زوج جارتها. كتمت سرها. بعد أيام ظهرت عليها علامات الحمل. كانت أنثى سمتها حياة. ظلت تحتفظ بالسر. كان زوجها مصابا بالسكري وحرصت على أن تجنبه كل ما قد يثير أعصابه. ولما صارت أما لثلاثة أطفال تسرب الشك إلى نفس زوجها. لم تكن الطفلة حياة تشبه شقيقيها. ذات مرة دخل ابن الجيران عبد الجليل، كان يلعب مع حياة ومع باقي الأطفال. كان بين الطفل والطفلة حياة شبه كبير. ثار غضب الزوج، استنطقها بغلظة فأخبرت بالذي جرى. هرول إلى المطبخ يريد سكينا، كان يريد قتل الجار الخائن. لما رأته يحمل السكين أغمي عليها، ولما أفاقت كان واقفا أمامها يلعن ويتوعد بالانتقام لشرفه من هذا الجار الخائن. تتذكر أنه ليلتها لم ينم. في الصباح استقر رأيه على أن يرد على الغدر بالغدر. بعد بضعة أيام علمت أن زوج جارتها مغتصبها قد أصيب في حادثة سير، دهسه تاكسي قروي. ظل نحو من شهر في غيبوبة ثم مات. بعد شهور علمت أن صاحب التاكسي القروي لم يكن سوى ابن عم زوجها، وقد قضى عقوبة بالسجن 6 أشهر في سجن الوداية. بعد عامين توفي الزوج من جراء مرض السكري. بعد ذلك صارت في مواجهة مساومات ابن عمه. زارها للمرة الأولى لما كان زوجها في مرض موته. كان يهدد بكشف السر. أعطته 10,000 درهم. صار يأتي كل سنة، ثم كل 6 أشهر، ثم آخر كل شهر. كان يبتزها ويقاسمها منحة المعاش التي تستفيد منها بعد وفاة زوجها. أنهت الأرملة حديثها. كان العميد ينظر إليها مشدوها. بدت هي وقد تخلصت من سر كان يجثم على صدرها. وعدها بأنه سيضع حدا لزيارات ابن عم زوجها. شكرها ثم غادر. لما تخطى عتبة المنزل اتصل بصديقه عبد الجليل، دعاه إلى الالتحاق به في المفوضية. لم يبلغه خلاصات البحث الذي أجراه مع والدة حياة.
طمأنه بأن كل شيء تم في ظروف جيدة لم تعكرها أي تعقيدات. وجد العميد أحمد عبد الصبور نفسه الآن يبحث عن طريقة تمكنه من إبلاغ عبد الجليل وحياة بالحقائق التي توصل إليها. كان قد استمهلهما 6 إلى 10 أيام لإبلاغهما بنتائج التحريات. كانت الحقائق التي سينقلها إلى عبد الجليل وحياة قاسية ومؤلمة. ظل الموضوع مهيمنا على فكره طيلة نهاية الأسبوع، وفي صباح الاثنين استدعى إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين المفتش الممتاز عبد الرحيم بوشتا، وقد قضى في العمل 36 عاما تمكن خلالها من اكتساب خبرة واسعة وغنية. عرض عليه النازلة وطلب منه مساعدته في البحث عن مخرج. اقترح المفتش الممتاز خيار إجراء تحليل لعينتين من دمي عبد الجليل وحياة حتى يتسنى توفير الحجة القاطعة التي لا تقبل الطعن فيها. اهتديا إلى خطة تقتضي استدراج عبد الجليل وحياة إلى التبرع بالدم لفائدة رجل أمن في حاجة ماسة إلى الدم. حين حضر إلى المفوضية تم تفعيل سيناريو الاستقطاب. دخل المفتش الممتاز مكتب العميد وذكره بحملة التبرع بالدم لفائدة رجل الأمن. لم يتردد عبد الجليل وحياة في التجاوب. تم نقل عينتين من دميهما إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية. جاءت النتيجة حاسمة وقاسية، أكدت بنسبة 99% أن العينتين لأخوين. على العميد الآن أن يبلغ صديقه بالنتيجة. استدعاه وطلب منه ألا يستقدم معه حياة. كان عبد الجليل مستعدا نفسانيا لتلقي الخبر. استجمع العميد قواه وأخرج من درج مكتبه ظرفا، قال إنه يتضمن معلومات خطيرة يريد أن يبلغها إليه، وهي تتعلق بمستقبل علاقته بحياة. فهم عبد الجليل القصد وتقبل النتيجة الحاسمة. بدا سعيدا لأنه لم يحد بعلاقته مع حياة عن جادة العفة. طلب من العميد أن يرافقه إلى منزل عائلة حياة ليبلغها ووالدتها بالنتيجة المخبرية. الواقع أن قصة الرضاعة وإن كانت عارية من الصحة هيأت حياة لتقبل احتمال استحالة زواجها ممن أحبت من عبد الجليل. صارت العلاقة الآن علاقة أخ بأخته. أعيد إغلاق الملف الذي رحل فاعلوه الأساسيون إلى دار البقاء. رحبت عائلة بلصفر بالضيفة الألمانية وأكرمت وفادتها. شارع المصلى يفضي بالسائح إلى قلب المدينة العتيقة بسلاسة. بعد بضعة أيام تعودت أرسلة على التنقل بمفردها من درب الماكينة إلى الكتبية وساحة جامع لفنة، بل إلى ما هو أعمق من ذلك وراء أسوار المدينة الحمراء. أرسلة امرأة من فرانكفورت. الجزء الأول. في 4:15 عصرا حطت بمطار مراكش المنارة طائرة قادمة من فرانكفورت. سياح ألمان كثيرون كانوا على متن تلك الرحلة. في بهو المطار من حيث يخرج الوافدون جموع هامة من المنتظرين. في شهر مارس تكون مراكش في ذروة الوجهات السياحية. في تلك الجموع أياد ترفع لافتات وسبورات صغيرة كتبت عليها أسماء أشخاص وأسماء شركات سياحية. مألوف منظر المرشدين السياحيين بجلاباتهم المغربية المخططة أو ذات الألوان المختلفة وطرابيشهم الحمراء. في مكان قريب من الحاجز وقف شاب يلبس قميصا مقلما يجمع اللونين الأبيض والأزرق الفاتح، وكان يحمل بيديه ورقة بيضاء كتب عليها بالأخضر أرسولا شميت. يبدو أنه لا يعرفها جيدا، أو هو لم يرها من قبل، ولعلها هي الأخرى لا تعرف ملامحه. عبرت الوجوه تباعا من الممر الذي يشطر بهو الاستقبال إلى شطرين. الذين لا ينتظرهم أحد عبروا ومضوا إلى حال سبيلهم،
بينما ظلت وجوه تبحث عن لافتة تعنيها. في المجموعة الأخيرة التي عبرت الممر الذي يحف المنتظرون جانبيه، أربعينية شقراء تنزع إلى البدانة. لم يطل بحثها عن الذي ينتظرها، لما رآها ابتسم، ولعله هم بالركوض نحوها فرحا. شق لنفسه مسلكا حتى إذا بلغ نهاية الممر وقد سبقته ببضع خطوات، مد إليها يده مصافحا، ولكنها جذبته إليها وقبلته على وجنتيه. أنت مهدي أليس كذلك؟ نعم، وأنت أرسلة، سألها وضحك. هم بإضافة شيء آخر، ولما التقت نظرتاهما ابتسما، وهما عند الباب همس لها: إنك أجمل مما تصور. توقفت لما سمعت كلماته، بدا هو خجلا، بينما توقفت عيناها الزرقاوين عند عينيه وكأنها تبحث عما تقرأ فيه صدق ما قاله. ثم لما ظنت أنها أحرجته بنظراتها تلك، ابتسمت وحولت نظرها إلى الفضاء المحيط بالمطار. قال المهدي إن سيارته في الموقف. في العام 10 و2000 تعرف المهدي بالأصفر الشاب ذو 25 ربيعا، والذي حصل على الإجازة في الأدب الفرنسي قبل عام ونصف العام، تعرف على أرسولا شميت عبر الفيسبوك. في البدء كان يريد أن يثقل معرفته باللغة الألمانية، وما لبث أن تطورت علاقته بتلك التي كانت تصدر صفحاتها بصورة التقطت لها في حلبة للفروسية. علم منها المهدي أنها لم تزر المغرب قط، ففكر في دعوتها واستضافتها بضعة أيام. لما عرض الأمر على والديه لم يبديا معارضة، عاد اسمها بل الاسم الذي كان مسجلا على صفحتها. ما كان يعلمه أنها تعمل في فرع شركة للتأمين معروفة في فرانكفورت. عدا ذلك فإن الشقراء تظل لغزا على المهدي أن يجد الطريق إلى أعماقه ليصبره ويستجلي خفاياه. كان المهدي قد وجد منذ ما يقرب من السنة الآن عملا في أحد الفنادق، كان عملا مؤقتا، وكان إلى ذلك يعمل مدرسا للغة الفرنسية في إحدى المدارس الخاصة، وهو ما يوفر له دخلا يكفيه سؤال أبيه مصروف الجيب. رحبت عائلة بالأصفر بالضيفة الألمانية وأكرمت وفادتها. كانت السيدة زبيدة والدة المهدي امرأة تجيد الطبخ، وقد قدمت لأرسولا أشهى الأطباق المغربية. تسكن عائلة بالأصفر درب الماكينة، شارع المصلى يفضي بالسائح إلى قلب المدينة العتيقة بسلاسة. بعد بضعة أيام تعودت أرسولا على التنقل بمفردها من درب الماكينة إلى الكتبية وساحة جامع الفنا، بل إلى ما هو أعمق من ذلك وراء أسوار المدينة الحمراء. خلال أيام الأسبوع كان المهدي يمضي نهاره إلى العصر في المدرسة، وفي المساء إلى حدود منتصف الليل كان يعمل في أحد الفنادق الكبرى. في نهاية الأسبوع رافق المهدي ضيفته الألمانية إلى أوكيمدن، وقد فاجأه عدد الأماكن التي ارتادتها. كانت تذكر له تلك الأماكن بأسمائها، وكان أكثر ما ارتادته رياضات كان البعض منها مثار شبهات على الأقل في نظره هو. كان يوما ممتعا ذاك الذي أمضياه في أوكيمدن، وقد ظن المهدي أن الوقت مناسب ربما للحظات حميمة مع تلك التي جعلت خياله يسافر بعيدا. لم يكن الشاب المراكشي يخفي رغبته في السفر إلى أوروبا للعمل والاستقرار هناك. كثيرون هم أصدقاؤه الذين يقيمون في أوروبا، وهو يراهم سعداء بمقامهم ذاك، ولكن أرسولا وهما في طريق العودة إلى مراكش أبلغته بأنها أعجبت بالمكان وإنها ترغب في الاستقرار في المدينة. كان سكوته الذي طال عدة دقائق دليلا على أن ما قالت الأربعينية الشقراء لا ينسجم البتة مع الذي كان ينتظره. توقف في جامع الفنا قبل الذهاب إلى المنزل، وما أن اقتعد كرسييهما في مقهى هناك حتى جاءها صوت من طاولة مجاورة: مرحبا ألكسندرا. لم يكن ذلك يعني شيئا للمهدي، فالمرأة التي برفقته اسمها أرسولا،
ولكنه فوجئ بها وهي تلتفت جهة ذلك الصوت وترد التحية. لما انتبهت كان قد فات الأوان. لاحقا قالت للشاب المراكشي إنهم كانوا يلقبونها بألكسندرا حين كانت تلميذة في الثانوية. صدقها ولعله تظاهر بذلك. الحديث الذي دار بينهما كان يشي بأنهما يرتبطان بعلاقة وطيدة. كان الرجل منطلقا في حديثه بألمانية ظن أن لا أحد في محيطه يفهمها، ولعلها همست له بأن الذي يرافقها يفهم الألمانية، ما اضطره إلى الخوض في عموميات. حاول المهدي أن يقتنع بأن ذاك اللقاء كان صدفة بين أرسلا وذاك الألماني الذي بدا وكأنه لم يكن يزور مراكش للمرة الأولى. أحيانا كان يتساءل عمن تكون هذه المرأة التي فتح لها باب منزل عائلته، هل هي أرسلا أم ألكسندرا أم أنهما قناعان لشخصية ثالثة. كانت المرأة قد أفهمته أنها ستمضي أسبوعين في مراكش. ها هو الأسبوع الثاني يبدأ على إيقاع شكوك من فكت تتقوى، وقد ازدادت لما فاجأها بعد يومين برفقة ذاك الألماني. كان معهما شخص آخر لم يعرفه من قبل. تحاشى الجلوس إليهم، قال إنه في مهمة وإن عليه أن يعود إلى الفندق سريعا. بدت أرسلا وكأنها وجدت لنفسها رفقة جديدة. على مدى يومين أمضت الليل في ضيافة أناس آخرين لا يعرفهم. صارت تستفز فضوله. تركت في الغرفة التي خصصتها لها عائلة بالأصفر حقيبة ظهر. لا أحد يدري ما بداخلها. كان المهدي يتوقع أن تكمل أسبوعها الثاني ثم تعود إلى ألمانيا، لكنها أبلغته بأنها تنوي البقاء في مراكش لوقت إضافي. أيقن الشاب المراكشي أن المرأة تخفي سرا. قالت إنها ستستقر مع صديق قديم لها التقته في جامع لفنا، وعلمت منه أنه اشترى رياضا في المدينة. تجاهلت كل ما قام به المهدي من أجل إسعادها خلال الأسبوعين اللذين أمضتهما في ضيافة أسرته، ومع أنه لم يعلق على قرارها إلا ما قاله من أنه سيكون سعيدا بلقائها متى أرادت ذلك، فإنه أحس بأنها خذلته وأنها ربما استغلت طيبوبته لبلوغ مآرب لها لا يعلمها. سعى المهدي إلى معرفة هذا الصديق الذي قررت أرسل هكذا فجأة أن تستقر معه. كانت ستأتي إلى درب الماكينة في اليوم التالي لتودع عائلة بالأصفر وتحمل متاعها. الغصة التي كان يحس بها المهدي دفعته إلى تفتيش حقيبة الظهر التي خلفتها أرسلا في الغرفة التي خصصت لها. عدا بعض الملابس والأغراض التي تخص النساء، اكتشف المهدي ما يشبه مذكرة كانت أرسلا قد دستها بعناية بين ملابسها. كانت بها تدوينات كثيرة في الأخيرة منها، وتحمل تاريخ 7 فبراير من العام 10 و2000. التقيت مانويل اليوم عند محطة القطار، أبلغته بأن المهمة تمت بنجاح وقد اتفقنا على اللقاء في مراكش، لكن في موعد يحدده هو. ظن المهدي أن تلك الكراسة قد تحمل إجابات عن الأسئلة التي تتدافع في ذهنه، ولذلك سارع إلى تصويرها صفحة بعد أخرى ثم أعادها إلى مكانها. في اليوم التالي جاءت أرسلا إلى درب الماكينة، شكرت بحرارة والدي المهدي وأثنت على كرمهما. كان المهدي يترجم لهما ما كانت تقوله مبتسمة. ثم اختفت أرسلا. ودعها المهدي في جامع لفنا في مقهى هناك، حيث كانت على موعد مع صديقها القديم. الآن يظن المهدي أن مانويل الذي ورد اسمه في تلك المذكرة التي استنسخ هو نفسه الصديق القديم الذي تحدثت عنه أرسلا. لكن لما انتظرت نحو أسبوعين لتلتقي به؟ كان سؤالا محيرا. كل مساء بعد أن يأوي إلى غرفته كان المهدي يخرج تلك المذكرة المستنسخة ويحاول فك شفرة كل ما خطته أرسلا في صفحاتها. كان يقرأ الصفحة الواحدة مرات عديدة، وكانت كلها تتضمن مواعيد في أماكن لا يعرفها
وتقارير مختصرة عن لقاءات تمت مع أسماء رجال ونساء لم يسمع بهم قط. لأسباب يجهلها كان أكثر ما يستوقفه تلك الكلمات التي خطتها أرسلة ذاك 7 من أبريل من العام 10 و2000. التقيت مانويل عند محطة القطار وأبلغته بأنني أنجزت المهمة وتواعدنا على اللقاء في مراكش في موعد يحدده هو. عن أي مهمة كانت تتحدث أرسلة؟ الأوراق التي بحوزته لا تحمل أي جواب. الجزء 2 والأخير. وراء أبواب وأسوار الرياضات تبدأ عوالم أخرى تتمازج فيها ثقافات مختلفة وقناعات متباينة، عوالم يلتقي فيها أناس مشاربهم متنوعة وكذلك ألسنتهم. وحول تلك العوالم الصغيرة تواصل أحياء ودروب الحمراء حياتها كما توارثتها الأجيال. يعلم المهدي بالأصفر أن أرسل شميت لما ودعته في جامع الفنا دخلت عالما من تلك العوالم الصغيرة. هو الآن بعد الذي رآه موقن بأن أرسل خططت جيدا للاستقرار في مراكش وأنها ربما اتخذته جسر عبور لأسباب لا يعلمها. مضت الأيام سريعة، انقضى شهر كامل دون أن يتوصل منها بمكالمة هاتفية واحدة. كثيرون هم الذين ينسون الجسر ما أن يعبروه. أرسلة صارت الآن في نظره واحدة منهم. ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، ألم يلتقها في عالم افتراضي وعلى واجهة يزينها كل واحد كيف يشاء ويتخذ منها البعض فخا يوقع فيه السذج والذين تزيد طيبوبتهم عن الحد المعقول؟ ثم يعاوده الشرود، يمضي بعيدا وهو يستحضر تلك العبارات التي اكتشفها في مذكرتها. التقيت مانويل عند محطة القطار وأبلغته بأن المهمة تمت بنجاح واتفقنا على اللقاء في مراكش في موعد يحدده هو. مساء 8 من مايو، وكان يوم سبت، بينما كان في طريقه إلى جليز لزيارة أقارب له هناك سمع صوت امرأة يناديه: مهدي مهدي. التفت إلى مصدر الصوت وسرعان ما رآها تلوح له من نافذة سيارة فاخرة. التزم الذي يسوقها أقصى اليمين وتوقف قبل أن يبلغ المهدي السيارة ومضت إشاراتها الضوئية الأربع. وبينما كان يتقدم إلى السيارة توقفت بضعة أعناق على الرصيف مستكشفة من يكون في السيارة، وأخرى تتبعت تقدم المهدي. قبلها على وجنتيها، التفتت جهة الجالس في مقعد السياقة وقالت: هذا مانويل رفيقي الذي أقيم معه الآن. نظر إليه المهدي مبتسما ورحب به، لم يكن وجها غريبا على المهدي. سألته أرسلة عن عائلته وعن العمل، ولما اطمأنت ودعته طالبة أن يبلغ الجميع تحياتها وعدته بأنها ستأتي لزيارتهم ذات يوم. لم يكن مانويل سوى أحد 2 فاجأها معهما في أحد مقاهي جامع الفنا، ولعله مقيم في مراكش منذ فترة، يبدو أنه ذو غنى. يتمنى المهدي لو أنه وجد سبيلا لمعرفة حقيقة هذا المانويل. مساء 2 في باب الفندق الذي يشتغل به التقى زميلا له يعمل نادلا، وكانت علاقاتهما جيدة. مازحه قائلا: بعد الآن سأغير طريقة تحية لك، فأنت صرت من علية القوم ومن الذين يخالطون أصحاب الثروات الخرافية. ظل المهدي ينظر إليه مستغربا ثم انفجر ضاحكا: أظنك رأيتني في حلم جميل. قالها ثم استرسل في ضحكته، ولكن زميله أكد له أنه لا يمزح وأنه رآه مساء السبت رأي العين وهو يسلم على مانويل والتي كانت بجانبه في تلك السيارة الفارهة. فوجئ المهدي بأن صاحبه يعرف مانويل. أنا لم أكن أعرف مانويل، أنا أعرف تلك التي كانت بجانبه. تعني ألكسندرا؟ اسمها الذي أعرف أرسلة، وأنت ما الذي تعرفه عن مانويل؟ سبق لي أن عملت في حفلات يقيمها لضيوفه في الرياض الذي يملكه في المدينة. إنه ثري إسباني استقر في مراكش منذ عدة أعوام، أريد أن أعرف عنه المزيد.
إذا كان الأمر يهمك فلنلتقي غدا في المقهى وستدفع ثمن الشاي. انطلق النادل واسمه محمود مخلفا وراءه أصداء ضحكته المعهودة. ظن المهدي أنه وقع على من يساعده في الوصول إلى حقيقة مانويل، وهو يرى أن ذلك ربما مكن من تفسير لغز تلك الكلمات التي عثر عليها في مذاكرة أرسولا. كان يعد الساعات. لما التقى محمود كان يحس بأنه بدأ السير على الطريق التي ستفضي به إلى حقيقة أرسولا التي تتسمى أحيانا بألكساندرا، وإلى معرفة مانويل الذي يبدو رجلا صموتا. قال له محمود إن مانويل الذي لا يعرف له اسما آخر والذي يفضل أن ينادى عليه بدون مانويل رجل إسباني ورث فيما يبدو ثروة طائلة عن والديه اللذين لم يكن لهما غيره، وأنه ورث فيما ورثه معصارة خمر. لما سأل المهدي صاحبه عن مصدر معلوماته قال إنه علم ذلك من الطباخ الخاص لدون مانويل. اقترب منها وأضاف هامسا أن مانويل لم يتزوج. لماذا؟ اكتفى محمود بابتسامة. وأرسولا الألمانية؟ نعم لا أدري، يبدو أنها شريكة له في الأعمال. لم يكن محمود يعرف طبيعة أعمال مانويل. بدا للمهدي أنه لم يتقدم كثيرا بعد لقائه في المقهى مع محمود. المعلومات التي جاء بها الرجل لا تضيف الكثير، ومع ذلك فإن التوصيف الذي قدمه للحفلات التي كان يقيمها يعطي صورة عن الرجل الذي ينفق الكثير على حفلاته التي كانت تستقطب الأثرياء مثله والأقل ثراء والباحثين عن فرص للإثراء، فضلا عن أولئك الذين لا يهمهم من الحفلات إلا الاحتفال. مر نحو أسبوع بعد هذا اللقاء لما اتصلت أرسولا شميت بالمهدي. قالت له إنها تريده في أمر هام جدا، وإنها تود اللقاء به في أقرب وقت ممكن. يومها كان المهدي في عطلة، ولذلك رأى أن يتقابل بعد ساعتين في مقهى بساحة جامع لفنا. كان الموعد 3 بعد الزوال. وجدها المهدي في حالة من القلق لم يرها عليه قط. لم تدع له مجالا لسؤالها، وبادرته بأنها تريد منه أن يجد لها ملاذا آمنا. رجته ألا يطلب منها التفاصيل، ووعدته بأنها ستفضي إليه بكل شيء لما يكون الوقت مناسبا. كانت عائلة بالصفر تملك منزلا في أيتورير، وقليلا ما كان أفراد العائلة يستعملونه. خطر ببال المهدي أن ينقلها إلى هناك. اتفق على الذهاب إلى أيتورير بعد مغيب الشمس. في الطريق أخبرته بأن أحدهم يريد قتلها لأنها رفضت الارتباط به. قالت إنه وصل إلى مراكش قبل يومين وهو يبحث عنها في كل مكان. علم منها أن الذي أبلغها بذلك هو مانويل. لما نطقت اسمه بدت وكأنها تلقي عليه بالمسؤولية فيما هي فيه. وقد اغتنم المهدي الفرصة ليسألها عمن يكون مانويل. أخرجها سؤاله من انهماكها كليا في وصف المحنة التي تزعم أنها تواجهها. كان الليل قد أسدل ستاره على الأفق بينما كان المهدي يسوق سيارته على طريق ورزازات. تراءت له في المرآة العاكسة أضواء سيارة ما لبثت أن تجاوزتها. كانت رباعية دفع بيضاء. صرخت أرسولا إنه مانويل، إنه مانويل. وهل أتوقف؟ لا، واصل السير، إنه لا يعرف سيارتك. هل هو الذي يلاحقك؟ أظن أنه هو أيضا يريد التخلص مني. لماذا؟ لأنني أعرف الكثير من أسراره، ربما يرى أنني أعلم أكثر مما ينبغي. كانت رباعية الدفع قد اختفت وراء أحد المنعرجات. قال المهدي إن الرجل يسوق بسرعة جنونية. على بعد كيلومترين اكتشف المهدي وأرسولا سيارة البيضاء وقد انقلبت. توقف المهدي، قال لأرسولا أن تبقى في السيارة. تقدم نحو السيارة المنقلبة. كان كل زجاجها محطما وبجانبها جثة رجل. كانت جثة مانويل. لما أبلغها نزلت من السيارة، أسرعت الخطى وبدأت تفتش ما كان بداخلها وما تناثر حولها من متاع. في تلك اللحظة
وصل رجال الدرك. كان طبيعيا أن تسأل المرأة عما إذا كانت صاحبة السيارة وما إذا كانت على متنها لحظة انقلبت. قالت بفرنسية تعتريها لكنة واضحة إن الذي قتل صديق لها. كانت عملية التفتيش الأولية قد مكنت من اكتشاف كيسين صغيرين بهما مسحوق أبيض. في المختبر تبين أن الأمر يتعلق بمخدر الكوكايين. تم الاستماع لأرسولا التي حاولت إنكار كل علاقة لها بالكوكايين. الاتصال بالسفارة الألمانية بين أن أرسولا شميت مطلوبة لدى العدالة الألمانية لانتمائها إلى شبكة دولية لتهريب وترويج الكوكايين. في المعلومات التي توفرت أنها تورطت بشكل مباشر في تصفية أحد مروجي الكوكايين من منافسي الشبكة التي تعمل لها. كان ذلك في 7 مارس من العام 10 و2000. تذكر المهدي تلك العبارة التي اكتشفها في مذاكرة أرسولا تقول فيها إنها التقت مانويل وأبلغته بأنها نفذت المهمة بنجاح. لدغة الآنسة دو سانتوس. في 10 غشت من العام 1 و2000 في حدود 10 ليلا وقعت حادثة سير بسالة الجديدة على الطريق المفضية إلى قنطرة سيدي محمد. لم تكن حركة المرور على تلك الطريق بالكثافة التي تعرفها طرق أخرى. أبلغ عن الحادثة من قبل رجل كان يقود سيارته على الطريق الملتوية، شاهد سيارة تزيغ عن مسارها وتهوي إلى أسفل المنحدر. كان العميد الراجلي عبد الرحمن مكلفا ليلتها بالمداومة، ما أن بلغ مكان الحادثة حتى طلب حضور رجال الوقاية المدنية للبحث عن السيارة وتوفير المعدات الضرورية لعملية الإغاثة. لما وصل المتدخلون إلى السيارة اكتشفوا بداخلها امرأة كانت ميتة، ملامحها أوروبية، سيارتها مسجلة في إسبانيا. بعد مسح للمكان وتفتيش دقيق للسيارة تم العثور على الحقيبة اليدوية للضحية. الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس مواطنة إسبانية في مستهل العقد الرابع من العمر، مهنتها صحفية. أبلغ وكيل الملك بالحادثة فطلب من العميد الراجلي الإبقاء على حراسة في المكان إلى الصبح، حيث ستنتشل السيارة من المكان السحيق الذي هوت فيه، والبحث بالتالي عن كل ما قد يفيد التحقيق. وبما أن أسباب الحادثة لم تكن معروفة فقد كان من الضروري أن تؤخذ عينة من دم الضحية من قلبها وتحليلها في المختبر للتأكد من نسبة الكحول التي قد تكون في الدم، وهو ما سيحدد ما إن كانت الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس في حالة سكر وقت الحادثة. نقلت جثة الضحية إلى المستودع البلدي للأموات، وتم إرسال برقية إخبار إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، إجراء يمليه كون الضحية مواطنة أجنبية فضلا عن مهنتها كصحفية. سويعات بعد ذلك كانت السفارة الإسبانية بالرباط قد بلغت بالحادث. في الصباح حضر إلى مفوضية الشرطة الملحق الإعلامي بالسفارة الإسبانية وقدم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالهالكة. قال إنها كانت تعمل لصحيفة البايس وإن إقامتها في فندق كذا، وذكر اسم الفندق الذي كانت تقيم فيه بشكل دائم. أكد الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي لجثة ماريا غونساليس دو سانتوس أنها توفيت نتيجة إصابات متعددة وفي جهات مختلفة من الجسم، ولعل القاتلة من بينها تلك التي كانت على مستوى الرأس. أكد الفحص الطبي أيضا أن الصحفية الإسبانية فارقت الحياة في حدود 10 من ليلة 10 غشت. أكدت نتيجة التحليل المخبري لعينة من دم الهالكة أنها بالرغم من كونها تناولت بعض الخمر في عشائها الأخير فإنها لم تكن لحظة الحادثة في حالة السكر. في مستودع الشرطة جرى فحص السيارة، تناوب على فحصها عدد من الخبراء، ولكنهم حتى ضحى اليوم الموالي للحادثة القاتلة لم يتوصلوا إلى ما يفيد بوجود خلل فني ما أدى إلى الحادثة. ومع أن ما سبق لا يتيح مجالا واسعا للتحري، فإن العميد الراجلي لم يستبعد من حساباته أيا من الفرضيات،
فالمنطقة التي وقعت فيها حادثة السير تكون خالية خلال الليل، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون الضحية تعرضت لاعتداء ما. غداة الحادثة في حدود الرابعة عصرا عاد الملحق الإعلامي للسفارة الإسبانية إلى مفوضية الشرطة وقدم معلومات إضافية، منها أن ماريا غونساليس دو سانتوس لم تكن متزوجة وأنها كانت تقود سيارتها برصانة، كما أنها لم تكن كثيرة الخروج ليلا، ولذلك فإنه يتعين التحري حول سبب وجودها على تلك الطريق بسلة الجديدة وفي تلك الساعة من الليل. تعميقا للتقصي، طلب العميد من الخبراء فحص الواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وكذا العجلات. سريعا جاء الجواب، الواقية الزجاجية الأمامية تفتتت بينما انفجرت إحدى العجلتين الأماميتين. ما كشفه أيضا التحليل المخبري الذي أجري على عينة من دم الضحية أن ماريا غونساليس دو سانتوس كانت مصابة بمرض السيدا. لم يتغير مجرى البحث بالرغم من أن مصالح الشرطة اعتبرت المعلومة ذات فائدة. أن يكون شخص مصابا بالسيدا لا يعني أنه مقترف لجريمة، ولذلك اكتفى عميد الشرطة بنقل المعلومة إلى النيابة العامة التي أبلغت مندوب وزارة الصحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات. بعد 48 ساعة حلت بالرباط والدة ماريا لاستلام أمتعة ابنتها، تلك التي في غرفتها في الفندق كما تلك التي بحوزة الشرطة. افتقدت الأم مذكرة ابنتها ماريا غونساليس دو سانتوس، قالت إنها لم تكن تفارقها منذ صباها. تم تفتيش الصندوق الحديدي الذي كانت تكتريه في الفندق ولكن لا شيء. وفي محاولة للتخفيف من ألم أم الصحفية الإسبانية، أمرت شرطة سلا بإعادة تفتيش السيارة، كما أعيد مسح المكان الذي سقطت فيه سيارة ماريا، لكن لم يتم العثور على أي شيء. صار دفتر مذكرات ماريا هاجسا يقض مضجع العميد الراجلي. في اليوم الرابع وأثناء لحظة استرخاء جاءت فكرة تفكيك كراسي السيارة، فقد تكون المذكرة علقت في جهة ما من أرضية السيارة. نهض العميد مسرعا، أمر بتفكيك كراسي السيارة، وما كاد المكلف بالمهمة يرفع الكرسي الأمامي حتى ظهر للعميد كيس من الجلد معلق أسفل الكرسي، بداخله كانت المذكرة. لم يكن العميد يجيد اللغة الإسبانية، كان سعيدا باكتشاف المذكرة المفقودة لأن ذلك سيسعد تلك الأم المكلومة والدة ماريا غونساليس دو سانتوس. كاد يهاتفها ليزف إليها الخبر، ولكن فضوله البوليسي أوحى له أن يتريث إلى أن يعرف ما دونته ماريا قبل موتها في حادثة السير. عدم معرفته باللغة الإسبانية اضطره إلى الاستعانة بزميل له يعمل في المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب، كان يجيد الإسبانية. أسرار كثيرة ضمنتها ماريا غونساليس دو سانتوس تلك المذكرة، أسرار تعود إلى سنوات بعيدة وأخرى إلى زمن قريب. باحت المذكرة بسر إصابة ماريا بداء السيدا. كتبت أن صحفيا أمريكيا وكان رجلا جذابا استهواها، أقامت معه علاقة جنسية غير محمية فأصيبت بمرض السيدا. تقول ماريا إنها ما أن تيقنت من أنها مصابة بالمرض الفتاك حتى آلت على نفسها أن تنقله إلى أكبر عدد ممكن من الرجال. كانت ماريا غونساليس دو سانتوس وهي في مطلع عقدها الرابع امرأة جذابة، كانت تستهدف كل شاب وسيم تصادفه، أحيانا تصنع المناسبة للإيقاع بمن تستهدف. عندما حلت بالمغرب تعرفت إلى عمر الرياحي، وكان صحفيا شابا من تطوان ينحدر من أسرة أندلسية. كان عمر وسيما وكانت ماريا تصطاد ضحاياها من بين الوسيمين. أغوته بحركاتها ثم تمنعت. قضى زمنا يلاحقها، أسابيع منذ أن تعرف إليها في أصيلة، وأخيرا تمكن منها، ولعلها مكنته من نفسها. كان ذلك في ليلة 30 من مايو من العام 2000 لما فتحت له باب غرفتها في الفندق.
استضافته 7 ليال، وكان عمر يلاحظ خلواتها الطويلة في الحمام لم تكن تستحم في كل مرة، كما لاحظ أن مذكرة تلازمها. ذات ليلة أراد أن يعرف ما في المذكرة، سقاها حتى أسكرها، ولما فتح المذكرة يا لهول ما اكتشف. كتبت بخط يدها أنها نقلت إليه مرض السيدة. ذهل العميد الراجلي مما اكتشف في دفتر مذكرات ماريا غونزاليس دو سانتوس، أبلغ رئيسه بالأمر إذ لم يسبق له أن تعاطى مع قضية مماثلة. أمره الرئيس باستنساخ المذكرة ثم تسليمها إلى والدة ماريا. وجد العميد الراجلي نفسه في مواجهة تطور لم يكن مرتقبا، عليه الآن العثور على عمر الرياحي. مضت 3 أشهر ولا أثر له. أبانت التحريات بأنه غادر المغرب إلى إسبانيا عبر ميناء طنجة. في 13 نوفمبر تقدم عمر الرياحي إلى شباك الأمن بباب سبتة، كان قادما من إسبانيا، ما أن تعرف عليه مسؤول المصلحة حتى دعاه إلى مكتبه، أبلغه بأنه مطلوب حضوره إلى مفوضية الشرطة بسلا لأمر يهمه. حاول أن يعرف الموضوع، ولكن مسؤول مصلحة الشرطة في باب سبتة لم يكن على علم بالموضوع. اضطرب عمر، ولذلك ما أن وصل إلى سلا مساء ذلك اليوم حتى تقدم لدى مفوضية الشرطة. هناك استقبله العميد الراجلي، كان يريد أن يبلغه الخبر المشؤوم، خبر إصابته بالسيدة، ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك. بادره بالسؤال عن علاقته بالصحفية الإسبانية ماريا غونزاليس دو سانتوس. أجهش عمر بالبكاء، وما أن هدأ قليلا حتى سأل العميد: كيف عرفتم أنني القاتل؟ كان ردا مفاجئا. اعتدل العميد في مجلسه، أخفى اندهاشه لما قاله عمر الرياحي، وبنبرة هادئة تماما رد عليه: الشرطة تستطيع اكتشاف الحقيقة لأن الجناة يتركون دائما خيطا يقود إليهم. سرد عمر حكايته مع الصحفية الإسبانية بتفاصيلها إلى أن اكتشف أنها نقلت إليه مرض السيدة. في تلك اللحظة قرر الانتقام منها، تعلل بزيارة إلى عائلته في تطوان، ووعدها بأنه عائد إليها بعد 3 أيام. لما عاد دعاها إلى منزله في سلا الجديدة. قال عمر إنه خرج حين دخلت هي إلى الحمام لتغتسل قبل أن تعود إلى فندقها، قصد إلى سيارتها، قطع أنبوب زيت الفرامل بعد أن نصب مسامير تحت العجلات. لما غادرت تبعها، ظل يرقبها إلى أن هوت بسيارتها في المنحدر. عاد إلى بيته، جمع أغراضه وما كان لديه من مال، ثم غادر إلى تطوان. فوت كل ما يملك إلا بيت والديه الهالكين، فقد حبسه على الفقراء. عبر إلى إسبانيا، كانت ضحاياه كثيرات ممن نقل إليهن مرض السيدة. قال عمر في اعترافاته إنه لم يكن يعتقد أن الشرطة ستكشفه يوما ما. استمع العميد الراجلي باهتمام إلى اعترافات عمر الرياحي، وعيد فحص سيارة ماريا غونزاليس دو سانتوس، اكتشفت المسامير بين أشلاء العجلات، وتجلى القطع الذي طال أنبوب زيت الفرامل. أبلغ العميد رئيسه باعترافات عمر، وتم الاتصال فورا بالوكيل العام للملك، لأن الأمر لم يعد الآن من اختصاص المحكمة الابتدائية. انتقل الوكيل العام إلى مفوضية الشرطة بسلا مصحوبا بقاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال عمر الرياحي. أمر قاضي التحقيق بأن يوضع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع مطالبة مدير السجن بعزله عن باقي السجناء لما يمثله من خطر عليهم. قبل أن ينقل من مقر مفوضية الشرطة بسلا إلى السجن، طلب عمر الرياحي من العميد الراجلي أن يطلعه على آخر ما دونته الصحفية الإسبانية في دفتر مذكراتها. كتبت ماريا غونزاليس دو سانتوس: مسكين عمر، اعتقد باستضافتي في بيته أننا بدأنا حياتنا كعاشقين، لم يكن يعلم أنني على موعد مع ضحية أخرى في الفندق في 11 ليلة.
لن تكون هناك رابعة. الحلقة الأولى. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي باسم الصحوة الدينية وقعت انحرافات كثيرة، وتجرأ كثيرون على الإفتاء بدون علم. وفي الأحياء الفقيرة، تلك التي غالبا ما تكون في هوامش المدن الكبرى، تفاقمت المشاكل الاجتماعية. كثرت المطلقات اللواتي لم تكن لديهن وثائق تثبت الزواج، وكثر أبناء تلك الزيجات غير الموثقة الذين يحرمون من حقوقهم. فتيات كثيرات صرن ضحايا تزويجهن دون سن الرشد القانوني وبالتحايل على القوانين. كثيرات هن تلك الفتيات اللواتي تم تزويجهن وتطلقهن ثم تزويجهن في حلقة مغلقة من المعاناة. الذين كانوا يقومون بذلك ينطلقون من فهم للنصوص القرآنية خاص بهم، يؤولونها وفق ما يخدم مصالحهم الخاصة ونزواتهم. في أحد الأحياء الهامشية بالعرائش كان يعيش عبد الله الحامي، كانوا يدعونه الشيخ عبد الله. وقد اكتسب الرجل الذي كان قد استهل العقد السابع من عمره شعبية واسعة في حيه وفي الأحياء المجاورة، إذ كان يلقي دروسا في المسجد. ومع مرور السنين صار له أتباع كثيرون، وكان معروفا بأنه رجل مزواج لا تقل النساء اللواتي في ذمته عن أربع، يستبدل في كل مرة الواحدة بأخرى أكثر شبابا وجمالا. في صيف العام 2005 كان الشيخ عبد الله في جملة المدعوين لحضور حفل تسليم الجوائز للتلاميذ الذين تفوقوا في امتحانات البكالوريا، وقد حضر الحفل كبار المسؤولين في إقليم العرائش. كانت بين الفائزين فتاة اسمها وفاء الخباز، وكانت قد حصلت على المعدل الأعلى في البكالوريا على مستوى الإقليم. كانت في 17 من العمر، وكانت ذات حسن وجمال. ارتقت الفتاة المنصة وألقت كلمة شكر باسم الفائزين. لحظتها أثارت انتباه الشيخ عبد الله الحامي، أعجبته، تركزت عليها كل اهتماماته. ثم لما نزلت وفاء من المنصة على إيقاع التصفيق، مال الشيخ جهة أحد أتباعه المقربين كان يجلس بجواره، وسأله أن يستفسر عن الفتاة. طلب منه أن يأتيه باسمها وعنوان عائلتها. فهم التابع أن شيخه عازم على إضافة تلك المراهقة إلى زوجاته الثلاث، إذ كان قد تخلص منذ فترة قريبة من الرابعة. انتهى الحفل وانفض الجمع. في ذلك اليوم بعد صلاة العشاء توصل الشيخ عبد الله بكل المعلومات التي كان ينتظرها عن الفتاة، تلك التي ألهبت كل غرائزه وشغلت كل اهتمامه. قال له إن وفاء الخباز هي بنت بوجمع الخباز الفلاح الفقير الذي يتردد على المسجد. علم الشيخ أن الرجل من المواظبين على الصلاة وأنه في حكم أتباعه الكثيرين. استبشر خيرا. قال لتابعه إنه يريد خطبة الفتاة لنفسه. تظاهر التابع بأنه تلقى سرا من الشيخ، فهلل وكبر وقال إنه لها. كانت وفاء كبرى شقيقاتها الست، إذ لم يكن بجمع الخباز قد رزق ولدا، وكان يعمل بجد في مزرعته الصغيرة ليوفر لبناته كل ما تحتاجن إليه. وكانت وفاء وقد تفوقت في امتحانات البكالوريا تحلم بالالتحاق بالجامعة، كان طموحها أن تحصل على الشهادات الأعلى وأن تمضي في دراستها حتى النهاية، غايتها أن تخرج عائلتها من الفقر. في صبح اليوم التالي جاء تابع الشيخ عبد الله إلى بجمع الخباز وأبلغه بأن الشيخ يريد خطبة ابنته وفاء. مضى الفلاح الفقير فرحا إلى امرأته يزف إليها بشرى اعتزام الشيخ عبد الله الحامي خطبة بنتهما البكر وفاء، ولكنه فوجئ بها وهي تبدي معارضتها. قالت إن للشيخ نساء ثلاثا وإنه رجل مزواج، ثم إن وفاء لا ترغب في الزواج الآن بل تريد إتمام مسارها الدراسي. أضافت أن الشيخ رجل مزواج، ثم إن فارق السن كبير بين وفاء ذات 17 ربيعا والشيخ الذي يحمل على كاهله 62 حولا.
بعد تردد حاول بوشمع الخباز إقناع ابنته التي ردت بأن ما يعرضه عليها يعني الانتحار أو الإعدام. صار والد وفاء في موقف حرج إزاء شيخه عبد الله الحاملي، ولكنه لم يجد من خيار غير إبلاغ الشيخ وعن طريق تابعه الأقرب بأن ابنته رفضت الزواج من الشيخ وأنها تريد إتمام دراستها. في تلك الليلة بعد صلاة العشاء جمع الشيخ رجاله الذين يعتمد عليهم في إنجاز المهام الصعبة. لم يكن له أن يقبل بسهولة أن يرفض له طلب، وخاصة من بنت ذلك الفلاح البسيط. وقد انفض الاجتماع بالاتفاق على زيادة الضغط على بوجمع الخباز حتى تلين ابنته، وقد وسوس أحدهم لبوجمع بأن يهددها بالسخط عليها إن هي لم توافق أن تتزوج الشيخ عبد الله. وكان الضغط الذي يتعرض له بوجمع من قبل زبانية الشيخ الحامي ينعكس ضغطا منه على زوجته وعبرها على وفاء. كان أتباع الشيخ يهددون بوجمعة بأنهم سيجعلونه معزولا بين ناس الحي. بعد أيام لم تعد وفاء تستطيع تحمل كل ذلك التوتر الذي يخيم على المنزل. كانت لها صديقة تكبرها بعام وكانت طالبة في كلية الحقوق. اتصلت بها ذات يوم وعرضت عليها مأساتها والضغوط التي تتعرض لها هي وأسرتها من قبل الشيخ عبد الله الحامي لحملها على القبول بالزواج منها. كانت نصيحة صديقتها إليها أن تعلن قبولها بالزواج من الشيخ، لكن وفق شرط أساسي، أن يكون الزواج موثقا من قبل عدلين، وأن يكون ممهورا بموافقة قاضي الأسرة. علمت من صديقتها أن القانون منذ العام 2000 لم يعد يسمح بتعدد الزوجات إلا بعد إخطار الزوجة الأولى، بيد أن للشيخ عبد الله 3 زوجات ويريد أن يتخذ وفاء زوجة رابعة. رأت صديقة وفاء أن طرح ذلك الشرط الأساسي ربما أثنى الشيخ عبد الله عما يريد وكبح جماح نزوته. أبلغت وفاء والدها بأنها تقبل بالزواج من الشيخ، لكنها ترغب قبل ذلك في مقابلته في منزل الأسرة. طلبت من والدها ألا يتدخل في الحوار الذي سيجري بينهما. أسرع بوجمع الخطى إلى المسجد، وقف بباب الجناح الذي يسكنه الشيخ الحامي وزوجاته 3. خرج إليه التابع الذي يلازم الشيخ. نقل إليه بوجمع البشارة وأيضا شرط وفاء. بعد انتظار لم يكن طويلا أدخل بوجمع على الشيخ الذي رد بأنه سيحضر في الغد بعد العصر ليقابل وفاء. تزينت الفتاة وتعطرت وتعمدت أن ترتدي من الملابس ما يشي بملامح من مفاتنها، ثم جاء الشيخ عبد الله. لما أخذ مكانه في غرفة الضيوف دخلت وفاء. هم الشيخ بالنهوض للسلام عليها، ولكنها تحاشته واتخذت مكانا لها في زاوية مقابلة له. باشرت الحديث إليه بأنها توافق على الزواج منه إن هو قبل بشرط أساسي، أن يتم توثيق الزواج من قبل عدلين. ومع أنه فطن إلى أن الفتاة على اطلاع بما يلزم القيام به، ومع أن ذلك باغته، فإنه رد بأن الأمر ممكن التحقيق، ثم حاول أن ينتقل إلى تحديد الصداق، ولكنها تصدت له وقالت إن قيمة الصداق هي آخر ما يشغل فكرها. أردفت أن عليه أن يأتي بإذن قاضي الأسرة بعد أن يبلغ زوجاته 3 بنيته الزواج من 4. وقتها فقط باح الشيخ بما لم يكن يعرفه كثيرون، ومنهم والد وفاء بوجمع الخباز، وهو أن الشيخ الذي يطلب كثيرون بركاته لم يوثق سوى زواجه من امرأته الأولى، بيد أنه كان يتزوج الأخريات زواجا عرفيا يشهد عليه 2 من أتباعه. قال إنه يريد أن يتزوج وفاء بتلك الكيفية، وإنه على استعداد لقراءة الفاتحة وأن يشهد على زواجهما شاهدين. حاول الشيخ أن يقنع وفاء ولكنه لم يفلح، إذ واجهته بأن ما يريده هو من وجهة نظر القانون ضرب من الفساد لا يضمن حقوقا للزوجة في حالة الوفاة أو عند الطلاق، ولا يؤمن حقوقا للأبناء الذين يولدون في إطار ذلك الزواج.
أحس الشيخ أنه أهين، نهض وغادر دون أن يودع بجمع الخباز الذي استشعر غضبه عليه. يومها آلى بجمع على نفسه أن يزوج وفاء للشيخ وأن يزفها إليه ولو على نعش. الحلقة الثانية والأخيرة. كان الشيخ عبد الله الحامي معروفا في ذلك الحي الشعبي بالعرائش، لقد كان الرجل الذي تخطى 60 بعامين يلقي دروسا في الوعظ في المسجد الذي كان يتخذ من أحد أجنحته سكنا له ولنسائه الثلاث. كان رجلا استطاع أن يجمع حوله أتباعا كثيرين، وكان له تأويله الخاص لكثير من النصوص الشرعية. فتن الرجل بوفاء الخباز ابنة الفلاح البسيط بجمعة، وقد قرر أن يجعلها زوجته الرابعة، هي تلك التي أحرزت ذاك العام أعلى معدل في امتحانات البكالوريا. بعث إلى والدها واحدا من أقرب أتباعه إليه ليبلغه أن الشيخ عبد الله يريد وفاء زوجة له. فرح الرجل البسيط وقد يكون تظاهر بالفرح، إذ لا يحق له أن يبدي غير ذلك. كثيرون هم الذين يرجون القرب من الشيخ ولم يتسن لهم أن ينالوه، وها هو يأتي إليه يطرق بابه. ولكن بجمع الخباز اصطدم بمعارضة زوجته تزويج وفاء للشيخ. قالت إنها لا ترضى أن تكون ابنتها زوجة رابعة للفقيه، ثم هناك أيضا الفارق الكبير في السن. وقد انسجم موقف الزوجة تماما مع رفض البنت الزواج من الشيخ أو من غيره، لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة. ولكن الشيخ عبد الله الحامي لم يكن مستعدا للتخلي عما يطلبه، وقد سلط زبانيته على بجمعة، ومن خلاله جعلوا أسرته تعيش الجحيم. استشارت وفاء صديقة لها كانت تدرس في كلية الحقوق، علمت منها أن كل محاولة لتزويجها بالقوة يعاقب عليها القانون، وأن على الشيخ أن يخبر زوجاته وأن يحصل على إذن القاضي. كان قصد وفاء أن تعجزه لما طرحت تلك الشروط عليه حين جاء إلى منزل الأسرة بطلب منها. حاول أن يقلل من أهمية الشرط الأساس لوفاء وأن يختزل الأمر كله في قيمة الصداق. ولما لمس تشبث وفاء بموقفها نهض وغادر بيت الفلاح البسيط وهو لا يخفي سخطه، لم يكن قد تعود على أن يرفض له طلب. آلى بجمعة على نفسه أن يزف ابنته إلى الشيخ ولو على نعش. في اليوم التالي استقبلت وفاء صديقتها وأطلعتها على آخر تطورات، كما أخبرتها بأن والدها مصمم على تزويجها من الشيخ. أبلغتها صديقتها بأن كل اتصال يفرضه عليها الشيخ خارج ميثاق الزواج القانوني يعتبر اغتصابا يمكن التصدي له بكل وسائل الدفاع المشروع عن النفس. رسخت الفكرة في ذهن الفتاة الشابة التي فتنت الشيخ، وقد قررت أن تقاوم. كانت تعلم أن رجال الشيخ عبد الله الحامي يمارسون أشد أنواع الضغط على والدها، وقد هددوه بأن يجعلوه معزولا في الحي، هو الرجل البسيط الذي تعود أن يبادله السكان التحية وبعض الحديث. كانت تحس بأن والدها لا يمكن أن يكون ذلك السد الذي تحلم به كل فتاة ليحميها حين تشتد العواصف ويقوى الخطر. لم يكن لبجمع الخباز من الوسائل ما يتيح له الدخول في حرب مع الشيخ عبد الله. بعد أيام في غياب وفاء تلا والدها والشيخ عبد الله الفاتحة وقبض المهر وتحدد موعد الزفاف. تحول بجمعة الزوج الطيب والأب الحنون في تلك الأيام التي سبقت الزفاف إلى وحش كاسر. كانت نظراته غاضبة وكان كلامه غاضبا، لعله سعى أن يظهر بمظهر رب الأسرة المتحكم في شؤون أسرته والذي لا يجرؤ أي من أفراد العائلة على معارضته. في الحقيقة كان رجال الشيخ عبد الله يعيرونه بعد أن رفضت ابنته الزواج من الشيخ بأنه رجل لا شخصية له، وها هو يثبت لهم العكس، يظهر في قمة التجاوب مع مشيئة الشيخ عبد الله. كذلك سيقت وفاء إلى الشيخ بعد أن ألبست قفطانا بهيجا،
ودعتها أمها بعينين دامعتين. في باب بيته كانت تقف امرأة عجوز حاولت أن تمسك بها لتعدها للشيخ الذي كان في جانب من الغرفة يصلي ركعتين، ولكنها تفلتت من المرأة. كان الشيخ قد انتهى من صلاته، نهض مسرعا يريد الإمساك بها، ولكنها كانت تتهرب وقد ازدادت توترا لما رأته ينزع ثيابه. ولما ضجر من تهربها جاء بحبل كان يضعه في مكان خلف الباب، أراد تكبيلها، صدته، اتخذ من الحبل صوتا وصار يضربها في أجزاء مختلفة من جسدها الغض. سقطت أرضا، حاول أن يكبلها ولكنها أسقطته على السجاد. في تلك اللحظة وهو يحاول النهوض وبطريقة ما التف الحبل حول رقبته، كانت فرصة لوفاء للتملص منها. جذبت طرفا من الحبل، شدته بقوة، رأته يحاول أن ينزعه من رقبته، ثم خارت قواه وسقط أرضا. لم تكن وفاء قد أدركت أنها قتلته. فتحت الباب فإذا المرأة العجوز واقفة هناك، حاولت أن تعيدها إلى الشيخ، ولما نظرت إلى داخل الغرفة رأته ممددا على الأرض. اقتربت منه، كانت عيناه جاحظتان وفمه مفتوحا ولا يتنفس، كان ميتا. صاحت العجوز أن قد قتل الشيخ. التحق بالمكان ثلاثة أو أربعة من الشبان الملتحين، كانوا من ملازميه. لم يكن ممكنا التستر على الأمر، فالرجل له وزنه في الحي، ثم في النهاية هي جريمة قتل. تم الاتصال بالشرطة. لم يطل الانتظار إذ حضر العميد محمد بوغابة الذي تمكن من خلال جس نبض الفقيه من استنتاج وفاته. اتصل بالوكيل العام للملك وبرئيس المنطقة الأمنية، كما طلب حضور أعوان من مصلحة مسرح الجريمة للمساعدة في المعاينة والبحث. كانت وفاء منزوية في جانب من الغرفة وقد على وجهها الذهول، كانت تبكي، كان قفطانها الموشى بخيوط ذهبية قد مزق في أكثر من مكان. لم تكن تتصور أن معركتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ضراوة الشيخ ستؤدي إلى وفاته. لم تصدق أنها قتلته. كلف العميد أحد الأعوان باقتيادها إلى مقر المنطقة الأمنية وجعلها رهن إشارة الضابطة حليمة بوخاطر لتتلقى منها تصريحاتها الأولى. وكان العميد بوغابة قد هاتف الضابطة وطلب منها أن تعمل على الكشف عن الفتاة بحثا عن كل أثر للعنف الذي يبدو أنها تعرضت له. لما رفعت جثة الشيخ عبد الله وحملت إلى المستودع البلدي للأموات، كان خبر مقتله قد سرى في الحي كما تسري النار في الحصيدة. تدفق العشرات من أتباعه على المسجد، كانت وجوههم واجمة، وفي هامش المشهد الذي تكون حول مسكن الشيخ الملاصق للمسجد بدأ الموضوع يحتل مكانا في النقاش، فقد سرى أن الشيخ عبد الله الحامي قتل على يد إحدى زوجاته بينما كان يعنفها، وفي رواية بينما كان يضربها. دخلت على الخط إحدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة المعنفة، وكانت رئيستها في المنطقة محامية معروفة، وقد استطاعت أن تقنع بجمع الخباز بتوكيلها للدفاع عن ابنته التي تواجه تهمة القتل. وقد تسنى لها بفضل ذلك مقابلة وفاء التي كانت قد أكدت في تصريحاتها أنها كانت تحاول صد الشيخ عبد الله لمنعه من اغتصابها. قالت إن الشيخ سلط أتباعه على والدها ليرغمها على الزواج منها، كما أنه رفض توثيق الزواج، وحين سيقت إليه أراد اغتصابها، ولما تفلتت منها جاء بحبل كان يريد أن يكبلها به ليشبع رغبته. أكدت أنه ضربها بالحبل، وقد عاينت الضابط حليمة بوخاطر آثار الضرب. استمع الباحثون إلى نسوة الشيخ الحامي، زوجته الأولى وحدها كانت لها وثيقة عقد الزواج، الأخريات كان يتزوجهن بقراءة الفاتحة بشهادة اثنين من أتباعه، فتيات كثيرات تزوجهن بتلك الطريقة.
كما تم الاستماع إلى المرأة العجوز التي أقرت بأن مهمتها منذ سنين توضيب العرائس للشيخ عبد الله قبيل الدخول بهن. كشفت العجوز عن حالات كثيرة سبقت حالة وفاء، قالت إنهن كن بنات فقراء من أتباع الشيخ، ولم يكن أي من أهلهن يجرؤ على الكلام، كان الشيخ الحامي مستحوذا على عقولهم وألبابهم. أفضى البحث إلى إقامة الدليل على أن وفاء كانت ضحية محاولة اغتصاب، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. لما تم تقديمها أمام قاضي التحقيق قرر أن يضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقبل أن يأمر بنقلها إلى السجن بحضور محاميتها أبلغها أنه قرر حبسها حماية لها من الأتباع الكثيرين للشيخ الحامي الذين قد يريدون بها سوءا. وهي في السجن زارتها منظمة للدفاع عن المرأة مقرها الرباط، أبلغتها رئيسة الوفد بأنها أعدت لها مسكنا في الحي الجامعي وخصصت لها منحة شهرية ستتسلمها مباشرة بعد أن تلتحق بالكلية. أمضت وفاء رهن الاعتقال نحو شهرين، ثم قرر قاضي التحقيق عدم متابعتها من أجل قتل عبد الله الحامي، وأدرج النازلة في خانة الدفاع الشرعي عن النفس. اتخذ إدير سكنا له في الضيعة، وبعد بضع سنين وكان قد قارب 50 أو جاوزها بقليل تزوج فتاة شابة. لم ينجب إدير من زوجته، ومضت ألسن إلى أنه عقيم، لم يكن يعير كبير اهتمام لما يقال. توطدت علاقة إدير بأهل القرية، صار واحدا منهم، ولم يعد كثيرون يطرحون السؤال عن أصوله. إدير الرجل الطيب. حين يبلغ واد سبو أحد ولاد جلول ينعطف آخذا وجهة مصبه، يتحاشى القرية بل تحاشته، يعبر الأرض المستوية حيث تزدهر زراعة قصب السكر ثم يمضي. في أحد ولاد جلول لا تحمل الأزقة أسماء ولا المنازل أرقاما، السكان يحفظون مسالكهم عن ظهر قلب. في أواخر سبعينيات القرن الماضي استقر بالقرية رجل يدعى إدير، جاء به صاحب ضيعة هناك وكلفه بتدبيرها، كان يبدو وقتها وقد نال حظا من التعليم، ولكن أكثر ما كان يطبع شخصيته الهادئة دون ما تراخ قربه من عمال المزرعة الذين صار نظريا رئيسهم والمسؤول عنهم وعما يقومون به. اتخذ إدير سكنا له في الضيعة، وبعد بضع سنين وكان قد قارب 50 أو جاوزها بقليل تزوج فتاة شابة تصغره بأكثر من 20 عاما، كانت من فتيات القرية اللوائي كن تشتغلن بين موسم وآخر في الضيعة. الأقربون منه يعلمون أن إدير، واسمه الكامل إدير أبا عمران، ينحدر من قرية ريفية قريبة من ترجيست. قيل إنه بعدما فقد والديه انتقل رفقة خال له إلى مكناس، وإنه تعرف هناك على صاحب المزرعة التي يستقر بها الآن. لم ينجب إدير من زوجته، ومضت ألسن إلى أنه عقيم، وقالت أخرى إنما زوجته عاقر. لم يكن يعير كبير اهتمام لما يقال، كان يعيش في انسجام تام مع زوجته الشابة، رجل في مثل سنه وماضيه، هل له أن يطمح إلى أكثر من ذلك؟ توطدت علاقة إدير بأهل القرية، صار واحدا منهم، ولم يعد كثيرون يطرحون السؤال عن أصوله، كان خدوما ومتواضعا، الهدوء الذي يطبع ملامحه كان يعري مسحة حزن وربما حالة انشغال بشيء ما كانت تلازمه تلك المسحة. صديقات زوجته عويشة، تلك التي يدللها ويناديها عويشتي، كن تغبطنها، وكانت حين تتفطن إلى ذلك من إحداهن تقول لو كان لي منه ولد. أسرت لإحداهن يوما بأنها طلبت من إدير أن يتبني طفلة أو طفلا، ولكنه وإن لم يبدي رفضه بوضوح لم يعلن موافقته. هي تعلم أن الرجل في مثل تلك المواقف لا يلين، ولذلك لم تلح عليه. لما بدأ إدير يحس ثقل السنين التي تتوالى صار ينزع إلى العزلة، قل كلامه وصار دائم التفكير،
حاولت زوجته عبثا أن تنفذ إلى ما كان يشغل باله. في العام 96 كان يقدر أن عمره اقترب من 70، كان تقديرا مجرد تقدير. نزعت حياته إلى رتابة، صارت زوجته تمضي من الوقت الكثير لدى عائلتها، وكثيرا ما فضلت أن تمضي الليل بل الليالي هناك. لعله صار يحس بأنه رجل استنفذ ولم يعد له من مبرر. كان صاحب المزرعة ذاك الذي جاء به من مكناس قد توفي منذ سنوات، وباع ورثته الضيعة، وجاء مالكوها الجدد يطالبونه بإفراغ السكن الذي كان يشغله في الضيعة ذاك الذي بناه لنفسه. ظن أن مغرب عمره قد اقترب، كذلك كان يردد حين يزوره واحد من معارفه. لم يكن ما يقوله الشيخ إدير ليثير تساؤلا، مجرد تساؤل، فالرجل في خريفه. ثم فجأة اختفى إدير ذات يوم من أواخر الشتاء. بحثت عنه زوجته وإخوتها في كل مكان، افتقدوه مساء، ولما جن الظلام على أحد ولاد جلول أوقفوا البحث. في الغد لم يعثر عليه، وتوالت الأيام. بعد أسبوع عثر مزارعون على جثة تطفو في النهر قريبا من الجسر، كانت قد مرت على اختفائه 10 أيام. الجثة في حالة تحلل، أفقدت الوجه الكثير من ملامحه، ولكن أحد أصهاره قال إن الجثة هي جثة إدير بعمران. نقلت الجثة إلى القنيطرة، كانت البصمات في حالة تفسخ. بعد أيام وري إدير الثرى، وحدها عيشة بكت، الآخرون أسفوا لرحيل رجل طيب. التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي لم تمكن من كشف أسباب وظروف غرق إدير في نهر سبو. اللغز ظل كاملا ومحيرا. في أشيائه التي آلت إليها وجدت عويشة رسالة كتبها بخط يده، لم تكن رسالة حديثة. الورق الذي كتبت عليه بدأ يأخذ لونا يشي ببلاه. في أوراقه أيضا وثائق عدلية. عادت عويشة لتستقر في بيت عائلتها، وسلمت مفاتيح السكن الذي كانت تستغله رفقة زوجها إلى الملاك الجدد للضيعة. مرت عدة أسابيع، كانت تريد أن تعلم ما الذي تحتوي عليه تلك الأوراق التي خلفها إدير وراءه. ذهبت بها إلى ابن خالتها الذي كان يدرس الصغار القرآن الكريم في مسجد القرية. لاحظت عويشة أن علامات استغراب وذهول ارتسمت على وجه الفقيه حين فتح واحدة من تلك الوثائق المخطوطة. كان يقرأ في صمت منذ دقائق عدة، ثم فجأة سألها: هل علمت مصالح الدرك بهذه الوثائق؟ لا، إنك أول من وثقت به وسلمتها له. أظن أن علينا أن نسلم هذه الوثيقة إلى الدرك. لماذا؟ إنها رسالة كتبها إدير منذ فترة بعيدة، يحكي فيها أسباب خروجه من دواره في ترجيست هناك في الريف. هل تعلمين الأسباب؟ قال لوالدي ذات مرة إنه فقد والديه وانتقل رفقة خاله للعيش في مكناس. نظر إليها الفقيه من فوق إطار نظارتيه: لا، الأمر لا يبدو كذلك. إنه لم يغادر قريته القريبة من ترجيست صغيرا، كان رجلا ناضجا فيما يبدو. وما يدريك؟ إنه يحكي كل شيء في هذه الرسالة، عليك أن تسلميها إلى الدرك. نظرت إليه مليا: هل لا قرأت الرسالة؟ سألخص لك مضمونها. يقول إدير إنه ينحدر من قرية قريبة من ترجيست بالريف، يتحدث عن سيدي بوتميم. يقول إنه فر من القرية في العام 67 900 بعد أن قتل ولد حميدو الذي استولى على قطعة أرض للعائلة. قال إنه خنقه حتى الموت بعد أن أسقطه أرضا خلال عراك بينهما في أطراف القرية. يظن أن لا أحد رآه، ولكنه موقن بأن الشهود سيذكرون العداء الذي كان بينه وولد حميدو، ولذلك قرر الفرار. يتوقف الفقيه بضع ثوان يسأل عويشة: هل كنت تعلمين أنه كان متزوجا؟ لا، لم يقل لي ذلك. يوم خطبني من والدي قال له إنه لم يتزوج من قبل.
يحكي إدير في تلك الرسالة أنه ذهب إلى مكناس حيث عمل بضع سنين في فرن شعبي في المدينة القديمة. بعد ذلك انتقل إلى فاس. هناك التقى بالرجل الذي أوكل إليه تدبير الضيعة التي يملكها في أحد ولاد جلول. التقاه في معمل للنجارة. قال الفقيه لابنة خالته عويشة إن إدير أغفل عن قصد أو لا الكثير من التفاصيل. في الوثيقتين العدليتين اللتين وجدتهما مع تلك الرسالة اكتشف الفقيه ثبوت ملكية لقطعتين أرضيتين في نواحي ترجيست. ذهلت عويشة في قرارة نفسها تتساءل كيف استطاع إدير أن يحافظ على هدوئه ذاك الذي عرف عنه طوال كل تلك السنين بينما تثقل ضميره جريمة قتل. هي تعلم أنها لن تجد جوابا. مضت بالرسالة إلى مركز الدرك أضيفت إلى الملف، ثم قررت أن تذهب إلى ترجيست لتستجلي أمر القطعتين الأرضيتين. كانت القرية التي جاء منها إدير لا تبعد كثيرا عن مركز جماعة سيدي بوتميم. لم يكن سهلا العثور على عائلته، قليلون منهم الذين يذكرونه. أبناء شقيقه علال يذكرون قصة إدير وولد حميدو. تلك حكاية طواها الزمن. علمت عويشة أن القطعتين الأرضيتين تقعان في منطقة بها أشجار اللوز. كان أبناء شقيق إدير يستغلونها. لاقت ترحابا من عائلة زوجها الراحل، فقررت الاستقرار بينهم. وصل إلى أربعاء العونات مساء. ليس لديه من الوقت ما يكفي للقاء بأصدقائه القدامى. في الصباح سيلتقيهم، يعلم أنهم يأتون ضحا إلى المقهى، وكذلك علم أن خديجة تزوجت. قال له صديقه الذي أبلغه الخبر إن المصطفى ولد الخدير خطبها وإن أباها وافق على تزويجه إياها. يقيم مصطفى ولد الخدير في فرنسا، وكان يكبرها بعشرين عاما. يقال إنه تمكن في تلك السنة من إتمام إجراءات طلاقه من نادين، تلك التي مكنته بزواجها منها، من الحصول على وثائق الإقامة بصفة قانونية في فرنسا. وقد دام زواجهما 8 أعوام. امرأة تستنجد بالماضي. الحلقة الأولى. كانت قد مرت 15 سنة على لقائهما الأخير. كان ذلك في العام 1990 لما وصلته منها رسالة. يذكر عمر العرباوي جيدا تفاصيل ذلك اللقاء الأخير. كان بالقرب من المدرسة هناك في أربعاء العونات، حيث دأب على اللقاء والحديث مطولا عن المستقبل وعن الأحلام. زمن إذن لم يكن لأي من معارفهما في القرية أن يتصور فراقا بين عمر وخديجة. في تلك السنة قررت عائلة العرباوي أن يمضي ابنها إلى الجديدة لمتابعة الطور الثانوي من الدراسة. علمت منه خديجة أنه سيقيم عند خال له هناك، سبق وأن تعرفت على أحد أبنائه. كانت في 14 وكان هو يكبرها بعامين. في نهاية السنة الدراسية من ذلك العام، لسبب لم تفصح عنه، أبلغته برغبتها في إنهاء علاقتهما. سيسخر الكبار إن هم علموا. حاول عبثا أن يعرف منها السبب. بعد ذلك اليوم 15 من يوليوز من العام 1990 لم يلتقي عمر بتلك التي أحبها. ثم اقترب الدخول المدرسي، فاضطر إلى أن يحزم حقيبته ويسافر إلى الجديدة. لا ينكر عمر، وقد انقضت 15 سنة الآن على لقائهما الأخير، أنه ما زال يحبها. لعله يعي ما يقول. أمضى عمر سنته الدراسية الأولى في الجديدة، وقد اجتث من محيطه اجتثاثا. لم يكن يعرف أحدا هناك، وكان ابن خاله إسماعيل الأقرب إليه من بين أبناء خاله الهاشمي الذي كان يعمل موظفا في الجماعة. في الثانوية احتاج إلى بضعة أسابيع قبل أن يتمكن من مسايرة زملائه. أحس بالفرق بين مستواه هو القادم من أربعاء العونات ومستواهم هم أبناء المدينة. كان عليه أن يبذل جهدا مضاعفا حتى يلحق بركب أولئك التلاميذ المتميزين. وكذلك صرف تفكيره عن حبيبته التي تركته دون أن يعرف السبب الذي جعلها تقرر ما قررته وبتلك السرعة.
خلال السنة الدراسية لم يأتي عمر ولا مرة واحدة إلى أربعاء العونات. ظل في الجديدة وقد أحس برغبة جامحة في الارتقاء بمستواه، بل إن التميز صار طموحا يراوده ويلح عليه. انقضت السنة الدراسية، اكتشف عمر أن للصيف في الجديدة طعما آخر غير الذي له في أربعاء العونات، ومع ذلك فإن الحنين إلى دار العائلة جعله يقرر مغادرة الجديدة فورا. كان من الأسباب الذي جعلته يستعجل السفر حرصه على أن لا يثقل أكثر بوجوده على عائلة خاله، وقد طلب من إسماعيل أن يرافقه. ظن عمر أن أشهر السنة الدراسية التي انقضت قد تكون أثرت في خديجة وجعلتها تبدل رأيها وتتوق إلى لقاء به. سرعان ما سيكتشف خيبة ظنه. وصل إلى أربعاء العونات مساء، ليس لديه من الوقت ما يكفي للقاء بأصدقائه القدامى. في الصباح سيلتقيهم، يعلم أنهم يأتون ضحا إلى المقهى، وكذلك علم أن خديجة تزوجت. قال له صديقه الذي أبلغه الخبر إن المصطفى ولد الخدير خطبها وإن أباها وافق على تزويجه إياها. يقيم مصطفى ولد الخدير في فرنسا وكان يكبرها بعشرين عاما. يقال إنه تمكن في تلك السنة من إتمام إجراءات طلاقه من نادين، تلك التي مكنته بزواجها منها من الحصول على وثائق الإقامة بصفة قانونية في فرنسا، وقد دام زواجهما 8 أعوام. لم يكونوا كثرا الذين استوقفهم فارق السن ذاك. عمر ليلة زفت حبيبته إلى غيره فضل المكوث في البيت. ظل لساعات مستلقيا على السرير يفكر ويستحضر ذكرياتهما الجميلة، يتساءل ويتساءل عن السبب الذي جعلها تقبل بالزواج من رجل عمره أكثر من ضعف عمرها. قال بعض ممن لا يكنون ودا كبيرا لوالد خديجة إنه زوجها قسرا ولم يسألها رأيها. ألسنة سوء أخرى مضت إلى أن خديجة تزوجت رجلا مستنفذا وإنهما لن يلبثا أن يفترقا. قصر عمر مقامه في أربعاء العونات، وبعد 3 أيام سافر إلى الجديدة. استطاع أن يقنع والدته التي توسطت بنجاح لدى والده بضرورة العودة إلى الجديدة سريعا، لأن عليه أن يحصل من تلميذ تعرف عليه هناك على كتب ودفاتر تخص مقرر السنة الدراسية المقبلة. لم يعد عمر إلى أربعاء العونات إلا بعد أن انقضت سنتان. كانت خديجة قد سافرت إلى فرنسا والتحقت بزوجها، هي النهاية، صارت إلى حياتها هناك بعيدا في حضن رجل لم تحببه ولم يحب منها إلا نضارتها وشبابها. مع مرور الوقت صارت تحضره في فترات متباعدة ذكرياتهما، ثم انتهى كل شيء يقينا، لم يعد يفكر فيها. في الجامعة ارتبط بفتاة من الجديدة كان قد أعجب بتفوقها في الدراسة. بعد تخرجه التحق عمر بأسلاك الشرطة ضابطا، تزوج من تلك الشابة التي تعرف إليها في الجامعة واستقر في الدار البيضاء. في أربعاء العونات كان الجميع يعلم أن عمر العرباوي صار ضابطا في الشرطة. كثيرون صاروا يلتمسون من والديه قربا فقد ينفعهم ودهم ذاك ذات يوم. في العام 2005 في 6 غشت توصل الضابط عمر العرباوي برسالة جاءت من فرنسا لم تكن تحمل اسم من أرسلها ولا أي عنوان. تردد قبل أن يفتحها. كانت رسالة من خديجة، عرفها حتى قبل أن يقرأ اسمها الذي وقعت به. خطها لم يتغير كثيرا. مضى يقرأ الرسالة. استهلتها بقولها إنها تعلم أنه سيفاجأ بهذه الرسالة بعد كل تلك السنوات التي انقضت. أكدت أنها ما لجأت إلى مكاتبته إلا لعلمها بأنه لن يبخل عنها بمساعدته التي هي الآن في أمس الحاجة إليها. لم يكن في الرسالة شيء من ذكريات حبهما الذي مضى. قالت إنها ستكون في أربعاء العونات لما ستصله هذه الرسالة، وإنما تريده منها أن يعمل على تخليصها من زوجها ولد الخدير الذي يجبرها على القيام بأشياء هي لا تقتنع بها. قالت إنها لن تستطيع الخوض في التفاصيل
وإنها تود لو يلتقيان فتحكي له عن كل شيء. وجد عمر نفسه في موقف حرج، فبالرغم من أن خديجة بالنسبة إليه ذكرى بعيدة، فإنه لن يستطيع تجاهل رسالتها وطلبها المساعدة. أبلغ زوجته بأنه مسافر إلى أربعاء العونات لشأن يعنيه، لم يذكر لها شيئا عن هذا الشأن، وكان قد عودها على ألا تنقب كثيرا في التفاصيل. وكذلك سافر نهاية أسبوع إلى بلدته. سرت والدته بمقدمه، وبينما كان في الطريق إلى المقهى للقاء بأصدقائه القدامى، جاءته صبية قد يكون عمرها 4 أو 5 سنوات، سلمته ورقة صغيرة طويت بعناية. لما كان يقبلها مضى ببصره إلى الجهة التي جاءت منها، فرأى خديجة. لم تتغير ملامحها كثيرا، بالرغم من أن السنوات 15 التي مضت على لقائهما الأخير تركت بصمتها على محياها. ابتسمت وتوارت، خطى 4 خطوات، التفت مرة أخرى، لم تعد هناك. فتح الورقة، كانت تحمل رقما هاتفيا، فهم الرسالة، عليه أن يتصل بذلك الرقم. ركبه، وما لبث أن جاءه صوتها. خديجة. نعم، هل أنت عمر؟ أنا هو، كيف حالك؟ ظلت صامتة. هل تسمعينني؟ نعم أسمعك. هذا رقم هاتفي، سأظل هنا في أربعاء العونات حتى مساء الأحد، اتصلي بي لنلتقي. حسنا. انتهت المكالمة. في المقهى الذي دأب على ارتياده وجد 3 أو 4 من أصدقاء الطفولة. كانت مناسبة للحديث بكثير من الحنين عن أيام الصبا التي ولت. أمضى في المقهى 2 ساعة أو ما يقرب من ذلك. لما ودعهم في طريقه إلى البيت رن الهاتف في جيبه. كانت هي خديجة. قالت له إنها ستنتظره صباح الغد 8 صباحا في المكان إياه، ثم ودعته وأنهت المكالمة. عاد مرة أخرى بذكراه 15 عاما إلى الوراء. في 8 صباحا أقبل بسيارته على المدرسة، رآها واقفة تنتظره، وحيدة كانت، تكثر من الالتفات، تبدو خائفة. لما توقف بمحاذاتها أدارت وجهها وأعرضت عنها. أنزل الزجاج النافذة وناداها: خديجة. نظرت إليه، عرفته الآن، تقدمت، قال لها: اركبي. ما أن اقتعدت الكرسي بجانبه حتى انطلق. كان يهمه أن يبتعد سريعا عن البلدة، فقد تكون رصدتها عيون وهي تركب سيارته. كان يسرع، لم تنطق بكلمة. ولما تخطى البناء الأخير في أربعاء العونات خفض السرعة. للمرة الأولى منذ 15 عاما سيرى وجهها عن قرب كما هي معه الآن. فاجأها تنظر إليه على استحياء، فابتسمت وخفضت بصرها. كيف حالك يا خديجة؟ كما ترى. كم مر من الوقت؟ 15 عاما. في رسالتك قلت إن زوجك يجبرك على القيام بأشياء ترفضينها، هل لك أن تشرحي لي أكثر؟ نظرت إليه وظلت صامتة حتى حسبها لن تجيب. لعلها لاحظت أنه لا يريد الخوض في ماضي علاقتهما. يريدني أن أكون مهربة مخدرات. الحلقة 2 والأخيرة. توقف عمر بسيارته على جانب الطريق. في تلك الساعة من الصباح تكاد تتوقف الحركة، الحرارة تنزع إلى الارتفاع. لحظتها فقط تأمل وجهها عن قرب كما لم يفعل منذ لقائهما الأخير قبل 15 عاما. كاد ينسى أنها تزوجت. ما قالته منذ قليل من أن زوجها يفرض عليها أن تكون مهربة للمخدرات ربما أخفى ما هو أخطر. سألها إن كان قدم معها لقضاء العطلة الصيفية. قالت إنه ما أن أبلغها أربعاء العونات حتى سافر إلى طنجة. لم تكن تعلم سببا لسفره ذاك، وقد رجح الضابط عمر العرباوي أن يكون المصطفى ولد الخدير زوجها مضى لإجراء اتصالات مع من سيزودونه بالمخدرات إذا ما ثبت ما تزعمه خديجة. كذلك فكر، ثم سألها إن كانت أنجبت منه.
وقد فاجأه أنها لم ترزق منه ولدا ولا بنتا. قالتها ودمعت عيناها. أحس عمر بالألم الذي يعتصرها. أن تضيع 15 سنة من عمر امرأة ليس من الأمور الهينة. علم منها أنه يجبرها على تناول حبوب منع الحمل، ولقد استغرب أن تسكت على كل ذلك طوال كل تلك السنوات وهي تقيم في بلد متاح لها فيه المجال لتصدع بما تعانيه. ثم تذكر أنها تزوجته وهي في 15، ولعله أوهمها بأن ما يفرضه عليها هو الصواب. لم يخامر عمر أدنى شك في أن المشكلة التي تعرضها عليه خديجة شديدة التعقيد، وأنه إن أراد مساعدتها عليه أن يتوصل إلى معطيات وحقائق ثابتة يعرضها على الجهات ذات الاختصاص. ما هو مؤكد لديه أن دافعه فيما يقوم به وفاء لحب قديم، تلك عاطفة ما ينبغي أن تحكم أيا من القرارات التي يتخذها. في كل الحالات فإن السنوات 15 التي انصرمت فعلت فعلها في شخص خديجة، وإن كان ذلك غير مرئي. تحاشى الحديث عن تلك السنوات الخالية التي كان فيها حبيبين، ولعلها كانت تنتظر منه ذكرا لذلك الماضي الجميل، ولكنه لم يفعل. التقت نظراتهما من جديد، ابتسم في وجهها، ابتسمت وخفضت بصرها. عليهما أن يعودا إلى 4 العوينات قبل أن يلحظ الناس لقاءهما ذاك. ذكرها بأنه سيعود مساء إلى الدار البيضاء، وإنه سيعمل على مساعدتها، وإنه سيبلغها بكل جديد. أدار محرك سيارته، نظر في المرآة فبصر بسيارة قادمة، تريث، وحين صارت السيارة بمحاذاته باغتته خديجة بأن نزلت إلى أرضية السيارة تاركة مقعدها. مضت تلك السيارة، كان ينظر إليها باستغراب، نهضت من مكانها واستوت على مقعدها وهي تقول إنه هو المصطفى، لقد عاد، ولا أظنه ذهب إلى طنجة كما قال. هدأ عمر من روعها ثم انطلق بسيارته. لم تعد ترى تلك السيارة التي قالت إنها سيارة زوجها. التف حول البلدة وجاء إلى مكان خلف البريد وتوقف، ودعها ونزلت، وما لبثت أن توارت عن نظره. مضى إلى المقهى حيث اعتاد أن يجلس كلما جاء إلى 4 العونات، فوقع بصره على المصطفى ولد الخدير وقد أحاط نفسه بعدد من الشبان. مر بجوار طاولتهم، ألقى بالسلام، سمع همهمات، ثم واصل إلى عمق المقهى حيث كان أحد أصدقائه القدامى. لعل ولد الخدير علم بعلاقته القديمة مع تلك التي صارت زوجته، ولذلك هو لا يزيد على رد التحية إذا ما ردها. ما يهم عمر الآن أن الرجل وفق ما زعمته زوجته خديجة مهرب مخدرات، وأنه حسب ما فهمه من كلامها يتخذها أمة. يبدو أن مناطق ظل كثيرة تشوب حياة هذا الرجل. سبق لعمر العرباوي ضابط الشرطة وابن 4 العونات أن تعرف على رئيس مصلحة الدرك، وكان من حين إلى آخر يتصل به، وكان هو حين يأتي إلى الدار البيضاء كثيرا ما يلتقيه. كان رجلا يقربه سنا، وكانت له اهتمامات بالكتابات الأدبية. أكثر من ذلك كان رجلا مستقيما، فكر في أن يشركه في الأمر دون أن يأتي على ذكر للقائه بخديجة. المرأة طلبت مساعدته وهو حريص على ألا يكون سببا في متاعب إضافية لها. في المساء بعد أن ودع والدته وهو يغادر 4 العونات اتصل برئيس مصلحة الدرك، كان في مكتبه، استأذنه في لقاء خاطف لبحث أمر شديد الأهمية. بعد 10 دقائق كان واقفا بباب مكتبه. ما كان يهم عمر أن يتابع الموضوع في إطار قانوني، يعلم أن وجوده بالدار البيضاء لا يتيح له ذلك. جلس عمر على كرسي مقابل لكرسي مسؤول الدرك، كان قد حرص على إغلاق الباب. ركز حديثه على المصطفى ولد الخدير، واكتشف أن رئيس مصلحة الدرك نفسه يرى أن هيئة الرجل وتصرفاته تدفع إلى الشك والتساؤل حول حقيقة النشاط الذي يقوم به. توافقت وجهة نظرهما حول الأشخاص الذي يحيط نفسه بهم كلما جاء إلى 4 العونات.
تم الاتفاق على أن تتابع تحركات الرجل، فقد يمكن ذلك من الوصول إلى ما يثبت ما يظن من تعاطيه لتهريب المخدرات. ودع عمر رئيس مصلحة الدرك وغادر إلى الدار البيضاء حيث تنتظره زوجته. وهو في الطريق استعرض كل الذي دار بينه وبينها في تلك الخلوة في أطراف أربعاء العونات، كل ما قالت به وكل ما رصده في حركاتها يشي بأنها امرأة معذبة. توقف في مدخل سيدي بن نور واتصل بها، بالكاد يسمع صوتها. قال لها إن الموضوع الذي تحدث فيه سيحظى بالمتابعة. لم يخض في التفاصيل ولا أبلغها بما قام به، ثم أنهى المكالمة. مرت 10 أيام على زيارته إلى أربعاء العونات دون أن يجد جديد في الموضوع. ثم مساء 20 من غشت جاءته مكالمة من خديجة تبلغه بأن زوجها قال لها إنه مسافر من جديد إلى طنجة، وإنه ما أن يعود سيسافران إلى فرنسا. كانت معلومة هامة عجل بنقلها إلى صديقه رئيس مصلحة الدرك. صباح 21 من غشت غير بعيد عن العونات استوقفت دورية للدرك سيارة مرقمة في فرنسا لم تكن سوى سيارة المصطفى ولد الخدير. طلب من الرجل الذي كان برفقة أحد سكان أربعاء العونات أن يفتح صندوق الأمتعة. كان إجراء روتينيا لم يكن به ما يلفت الانتباه. تم التدقيق في أوراق السيارة ثم أخلي سبيله. ما كان يهم في العملية التثبت من أن الرجل خرج من البلدة، وأنه وفق المعلومات التي جاءت عن طريق عمر العرباوي مسافر إلى طنجة. لوحظ غياب ولد الخدير على مدى 3 أيام. ثم تلقى عمر اتصالا جديدا من خديجة تخبره بأنها تنتظر وصول زوجها تلك الليلة، وأنهما سيغادران يوما واحدا بعد عودته. في مدخل البلدة استوقفت سيارة المصطفى ولد الخدير، ولكن عملية التفتيش التي تمت لم تكشف وجود أي شيء. لم يخفي المهاجر المقيم في فرنسا استياءه من عملية تفتيش روتينية. يبدو أن المعلومات التي تحمل اتهامه بالاتجار في المخدرات ليست دقيقة تماما. مع ذلك فإن الشكوك ظلت تحوم حول الرجل. عصر اليوم التالي شوهد ولد الخدير يغادر الأربعاء رفقة زوجته، الذين كانوا يجلسون على قارعة الطريق في المقهى أيقنوا أنه عائد إلى فرنسا. أحدهم لوح له بيده فرد عليه بمنبه سيارته. توقف في الجديدة حيث تناول عشاءهما، وقد لاحظت أنه تركها في المطعم ومضى بسيارته إلى موعد لم تعلمه. قال لها إنه لن يتأخر كثيرا. لما أيقنت أنه مضى إلى حيث يريد أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية واتصلت بعمر وأبلغته بأنهما توقف في الجديدة وأنه تركها ومضى إلى موعد لم يكشف طبيعته. للمرة الأولى قالت إنها لا ترغب في العودة إلى فرنسا لأنها لم تعد تقوى على تحمل ما تعانيه مع ذلك الرجل. أكدت كلماتها تلك ما سبق لعمر أن استنتجه في لقائه بها هناك في أربعاء العونات. غاب ولد الخدير ما يقرب من الساعة، ولما عاد بدا مستعجلا الانطلاق. لاحظت أن ما كان من متاع داخل السيارة لم يعد مرتبا كما كان. يبدو الرجل مشدود الأعصاب، فحاشت أن تسأله عن موعده ذاك. لما تجاوز الدار البيضاء ظنت لا شيء سيحدث. كان المصطفى كثيرا ما يردد أنه يفضل أن يسافر عبر الطريق الوطنية، وكذلك فعل هذه المرة. كانت الساعة تقترب من 1:30 صباحا لما دخل إلى محطة الوقود في بوزنقة. قال لها إنه يرغب في الاستراحة قليلا قبل أن يواصل سفرهما. تعلم أنه يعني أن عليها ألا تغمض عينيها ما دام نائما. ركن سيارته غير بعيد عن محطة الوقود، أنزل مسند كرسيه واسترسل. ظلت هي مكانها منتصبة، سمعته يغط، ثم في لحظة لم تدركها بالضبط أغفت وأغمضت عينيها، وفجأة أيقظتها صفعة. ألم أقل لك لا تنامي؟ لم تعقب. كل تعقيب أو رد سيجر عليها صفعات. كتمت ألمها ولزمت الصمت
بينما أمطرها بوابل من الشتائم. لما انطلق وغادر مجال الإنارة العمومية نزلت دموعها ساخنة على خديها. في مدخل الصخيرات حاجز للدرك استوقفهما، طلب منه أن يفتح صندوق الأمتعة، وما أن بدأ رجل درك في النظر إلى ما فيه حتى أطلق ساقيه للريح. كان تصرفا غريبا فاجأ من كانوا يعملون في الحاجز. انطلق دركيان يلاحقانه، قصد إلى ضيعة على جانب الطريق واقتحمها. سمع نباح كلاب يأتي من عمق الضيعة، ثم عاد الصمت ليخيم على المكان، لعله انتقل إلى الحقل المجاور للضيعة. عند الحاجز ظلت خديجة مكانها بينما تواصل تفتيش ما في السيارة من متاع، وسرعان ما اكتشفت ألواح من الحشيش جرى وضعها على مجمل الجزء الخلفي من السيارة. تم إنزال المرأة التي قالت إنها زوجته وإنها لم تكن تعلم بوجود الحشيش. من جهاز اللاسلكي الذي يحمله رئيس الحاجز جاء صوت يعلن الإمساك بالهارب. ستراه لاحقا مكبلا في مركز الدرك بالصخيرات. سمعته يعترف، وحين تم الاستماع إليها أفضت بأشياء كثيرة، في جملتها أن المصطفى ولد الخدير كان كلما عاد من عطلته حمل معه إلى فرنسا كمية من الحشيش يروجها هناك. كان له شركاء. أخلي سبيل خديجة. اتصلت بعمر وأبلغته بأنها في الصخيرات. بعد ساعتين لحق بها، حملت أغراضها الشخصية، طلبت منه أن يعيدها إلى أربعاء العونات. توقف في بوزنقة، علم منها أنها ستعود إلى فرنسا بعد أن تباشر إجراءات الطلاق. لم يعقب عمر على كلماتها تلك. وهما في الطريق إلى بلدتهما قال لها إنه سيظل لها صديقا وفيا. قرأ في نظرتها أنها فهمت الرسالة. لاحقا بيّنت التحريات أن المصطفى ولد الخدير كان يعمد إلى شراء المخدرات من كتامة، وكان يشترط أن يتسلمها في بوزنيقة حيث كان له شريك تم القبض عليه، كان يتولى إخفاء البضاعة إلى حين موعد تهريبها. اعترف أنه في مرات عديدة وضع المخدرات بين ملابس زوجته. وفق اعترافاته فإنه كان يقوم في فرنسا بتوزيع ما يهربه على مروجين في مونبوليي وفي مارسيليا. لص أنيق. خلال العام 2007 سجلت سلسلة من الاعتداءات تعرض لها مسافرون على القطارات المتوجهة من الرباط إلى وجدة وتلك التي تنطلق من الدار البيضاء إلى مراكش. تشابهت سيناريوهات تلك الاعتداءات التي ارتكبت بين شهري مارس وشتنبر. كان الضحايا يتعرضون لعملية تخدير ثم يسلبون ما بحوزتهم من مال أو أشياء ثمينة. في المجموع تم تسجيل 20 شكاية، وصار الأمر مصدر قلق كبير إن بالنسبة للمسافرين على متن تلك القطارات أو بالنسبة لمصالح الأمن. كان آخر ما تم تسجيله شكاية من رجل كاد يفقد حياته بفعل المخدر الذي استعمله اللص. وفدت على المديرية العامة للأمن الوطني تقارير في هذا الشأن من وجدة وتازة ومن فاس والخميسات ومن سطات ومراكش. كان القسم المشترك لتلك التقارير أن الفاعل المفترض شاب في 30 من العمر، أسمر البشرة، طويل القامة، أنيق الملبس، ويتقن الحديث باللغتين العربية والفرنسية. كل الضحايا قالوا إن أناقة مظهره ولباقة حديثه لا يتركان منفذا للشك في أنه مجرم. عنصر آخر، كل الضحايا كانوا من ركاب الدرجة الأولى، وكلهم صادفوه بينما كانوا وحيدين في إحدى المقصورات. مؤلم ما تعرض له الضحايا، لا أحد يستطيع تجاهل الآثار النفسية فضلا عن البدنية التي أصابتهم. وبالنسبة للخبير في قضايا الإجرام فإن الذي حدث على متن رحلات القطار تلك الطويلة أو المتوسطة يعتبر أحد تمظهرات تطور الفعل الإجرامي الذي يقتضي تطوير وسائل التصدي له ومحاربته. في كل الاعتداءات يفاجأ الضحايا بدخول الشاب الأنيق المقصورة متلطفا، يستأذن ولا تفارق محياه الابتسامة، ثم يجلس في الكرسي المقابل لضحيته. يتريث بضع دقائق
ثم يخرج من حقيبته الأنيقة ملفا ما يلبث أن ينكب عليه. من حين لآخر كانت تعلو وجهه تعابير تنم عن استياء ما، ثم يتلفظ بعبارات فرنسية في الغالب تنم عن غضب، وفجأة يرفع نظره إلى الجالس في الكرسي المقابل، يعتذر، ثم ينخرط في تبرير انفعاله غير المقصود بكون موظف شركته كثيرا ما لا ينفذون تعليماته بأمانة. يتنفس نفسا عميقا، يأخذ الملف ثم يعيده إلى الحقيبة، وفجأة يخرج قنينة بها عصير وكوبا بلاستيكيا، يملأه ثم يشربه دفعة واحدة، يبدي انتعاشه، ثم يتظاهر بأنه أساء التصرف إذ لم يتقاسم شرابه مع شريكه في المقصورة، يبادر إلى إخراج كوب جديد من حقيبته، يملأه بالمشروب ويقدمه إلى الذي في الكرسي المقابل. الذي يحدث وفق ما استخلص من الروايات المختلفة أن الضحية يفقد الوعي وينام نوما عميقا، ولما يستيقظ بعد ساعتين على الأقل يكتشف أن شريكه في المقصورة قد اختفى بعد أن سلبه ما كان معه من مال وأشياء ثمينة. تولى العميد محمد المغروس دراسة الملفات الخاصة بكل الاعتداءات، يساعده في ذلك فريق المتخصص، وقد خلص إلى أن الفاعل في كل تلك الاعتداءات شخص واحد، إذ تطابقت الأوصاف التي قدمها الضحايا بشأنه، وأن الاعتداءات وقعت على متن عربات الدرجة الأولى، وأن الضحايا كانوا وحيدين في إحدى المقصورات، وأن الاعتداءات وقعت على متن القطارات السريعة التي لا تتوقف في المدن الصغيرة، وأن أي اعتداء من قبيل ما ورد لم يسجل على رحلات المسافات القصيرة بين الرباط والدار البيضاء مثلا. ثم ضمن الخلاصات أيضا أن أغلب الاعتداءات وقعت على متن القطارات التي تنطلق من الرباط إلى وجدة، ربع الاعتداءات فقط وقع على متن القطارات المتجهة من الدهر البيضاء إلى مراكش. تلك هي الاستنتاجات الأولية التي خرج بها العميد محمد المغروس وفريقه. إلى كل ذلك تضاف خلاصات التحاليل المخبرية التي خضع لها الضحايا، والتي أكدت أنهم تناولوا مشروبا ممزوجا بمادة تسبب النوم العميق لأكثر من ساعتين، وأنها قد تؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. تأسيسا على تلك الخلاصات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمجرم، شارك في إعدادها رؤساء المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية في المدن التي تمر منها القطارات التي وقعت على متنها تلك الاعتداءات. كانت الخطة تعتمد على لعب بعض عناصر الشرطة من مفتشين ومفتشات أدوار الضحايا المحتملين، وبتنسيق مع إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية تم تخصيص مقصورتين في كل خط من الخطين الرابطين بين الدار البيضاء ومراكش وبين الرباط ووجدة لتنفيذ الخطة. كانت التعليمات التي تلقاها المفتشون والمفتشات واضحة، أن يتفادوا شرب ما قد يقدم إليهم، وأن يرفضوا بلباقة حتى لا يثيروا الانتباه. الأوصاف التي قدمها الضحايا مكنت من رسم صورة روبوتية للمشبوه فيه، وقد أعطيت كل واحد من المشاركين في تنفيذ الخطة نسخة منها، كان المطلوب الإطباق عليه متلبسا ومعه ما يثبت تورطه. على مدى أسبوع سافر مفتشون ومفتشات على متن القطارات المتجهة إلى مراكش وتلك التي كانت وجهتها وجدة، ولم يتم تسجيل أي نتيجة تذكر، وحسب بعض المشرفين على تنفيذ الخطة أن المجرم غير مجالات تحركه، ولكن التعليمات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني لم تكن تترك مجالا لأي نقاش، يجب الوصول إلى الهدف. بعد أسبوعين من بداية تنفيذ الخطة كانت المفتشة خديجة شلال على متن القطار المتوجه من فاس إلى وجدة، كانت وحيدة في مقصورة بعربة الدرجة الأولى. بعد دقائق من مغادرة القطار محطة فاس وقف بباب المقصورة شاب أنيق الملبس طويل القامة، كانت تنطبق عليه كل الأوصاف التي أدلى بها الضحايا. استأذن بالجلوس
لم تبدي أي اعتراض، ولما جلس في الكرسي المقابل لها انتابها بعض الخوف، ثم ما لبثت أن تماسكت إذ تذكرت أنها ليست وحيدة، ففي المقصورة المجاورة رجال على أهبة التدخل، ثم إن لديها من المؤهلات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. وما أن اطمأن الرجل في جلوسه حتى أخرج من حقيبته ملفا سميكا، كانت المفتشة خديجة تراقب تحركه دون أن تثير انتباهه، فقد بدأ في تنفيذ سيناريو عمليته. كانت تتوقع الذي سيأتي، بدأ يهمهم وهو يقلب صفحات في ذلك الملف، ثم نظر إليها واعتذر بأن موظفي شركته لا يقومون بالمطلوب منهم على الوجه الأكمل. أعاد الملف إلى الحقيبة الأنيقة، ثم أخرج كوبا بلاستيكيا وملأه بمشروب من قنينة أخرجها من الحقيبة. شرب ما بالكوب دفعة واحدة. تعمدت المفتشة خديجة النظر إليه وهو يشرب، كان الغرض أن يفهم أنها تود لو تقاسم معها المشروب. بالنسبة إليه كانت تلك علامة على أن الضحية صارت جاهزة. أخرج كوبا بلاستيكيا أصفر هذه المرة، ثم أخرج القنينة من المحفظة وملأه وقدمه إلى شريكته في المقصورة. تناولته منه شاكرة ووضعته على الطاولة التي سحبتها من جانب المقعد. كان ينظر إليها مبتسما. فتحت حقيبتها اليدوية وتظاهرت بأنها تبحث عن شيء ما. نبهها إلى أن القطار يسير بسرعة وأن الكوب قد ينقلب. ردت بأنها تبحث عن دواء عليها أن تتناوله في أوقات محددة وأن الوقت لم يحن بعد. فتح حقيبته من جديد وأخرج ملفا آخر، تصفحه، ثم بدا وكأنه يكتب شيئا ما. كان من حين إلى آخر يسترق النظر إليها. بعد ربع ساعة نفذ صبره، نهض وأخذ الكأس وناولها إياه. صدته وقالت له إن إلحاحه عليها مبالغ فيه ويدفع إلى الشك. ضحكت وطلبت منه أن يشرب منه أولا حتى يبدد شكوكها. لم يكن يتوقع ردة الفعل تلك. سكت وأعاد ما في الكأس إلى القنينة. بعد لحظات تصنعت الاعتذار له، قالت له إن المسافة طويلة حتى وجدة وإنها سوف تطلب منه العصير لاحقا. كانت المفتشة خديجة شلال قد بعثت بإشارة إلى زملائها على متن القطار بأن الهدف معها في المقصورة. لما تظاهرت بالبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية ضغطت على زر اللاسلكي مرة واحدة. كانت الخطة تقتضي أن تضغط مرتين إن هم الهدف بالانصراف. بعد الرد الذي قابلته به خديجة بدا وقد صوره شك في نجاح ما كان يهم به. جمع ملفه وأقفل حقيبته وأراد الخروج. كانت المفتشة قد بعثت بالإشارة الثانية. وما أن وقف وفتح باب المقصورة حتى وجد اثنين من المفتشين في انتظاره. أعيد إلى داخل المقصورة، صفد وفتش. كانت في حقيبته قنينة المشروب. أخذت المفتشة الملف الذي كان يقلبه في يده، وجدته يحتوي على قصاصات من الجرائد. كان قد كتب مرات عديدة عبارة ستسقطين في الفخ أيتها الجميلة. ضحكت المفتشة خديجة وقالت له ألا ترى أنك سقطت في فخك؟ تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو المختار عجوب المنحدر من مراكش. أنزل في محطة جرسيف ثم نقل إلى الدار البيضاء. تعرف عليه عدد من ضحاياه، وأكدت التحليلات المخبرية أن ما كان يمزج به المشروب الذي يناوله ضحاياه مادة مخدرة شديدة المفعول. كان ما ضبط بحوزته من أدلة كافيا لحمله على الاعتراف بتفصيل بكل ما اقترفه من جرائم. أحيل على النيابة العامة بتهمة السرقة وإعطاء مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا. لما بلغ باب منزله وفتحه فاجأه أحدهم، كان يزاحمه ويدفعه إلى الداخل، كاد يسقطه أرضا. أمسكه من جلابته وصار يهزه بعنف. سمعه يقول سأقتلك إن لم ترد علي أرضي، سأقتلك. قال الرجل تلك الكلمة ثم اختفى.
وما قاله أيقظ في داخل الرجل السبعيني ذكريات غابرة. أحس الحاج عبد الرحمن بانهيار، جلس على السلم يسترجع أنفاسه، يكاد لا يصدق الذي حدث. بينه وأي تدريس أمد يظنه بعيدا. أوراق في طي النسيان. لما سلم الإمام اندفع عشرات المصلين خارج المسجد. كان مكبر الصوت يصدح بالأدعية التي تختتم بها الصلاة. وفي جوار المسجد عند بابه الرئيسي ومن حوله انتشر الباعة المتجولون الذين يعرضون بضاعتهم على عربات وعلى الرصيف. عم الأبيض المشهد حول المسجد. نحن في يوم جمعة في نوفمبر من العام 2005. كان الحاج عبد الرحمن المكناسي في جملة المصلين الخارجين من المسجد. في الرصيف المقابل سيارة فورغون برتقالية اللون فتحت أبوابها الخلفية على مصراعيها. في الداخل وقف رجلان، وعلى حافة الباب وبجوارها اصطفت قنينات من سعة 5 لترات وقد ملئت بزيت الزيتون. في قفتين زيتون أسود تتخلله بضع ورقات. كان أحد البائعين ينادي بزيتون قال إنه جاء به من تونات، وكان يقسم بأنه أشرف شخصيا على عصر الزيت التي ملئت بها تلك القنينات من سعة 5 لترات. الأكثر فضولا بين الزبائن لا شك رأوا في عمق السيارة برميلا أخضر كان أحد الرجلين يرفع غطاءه من حين إلى آخر ليملأ قنينة أو قنينتين، يفعل ذلك ليقنع الزبون بأن كل الزيت المعروض هو من نفس عينة الزيت الموجود في البرميل الأخضر. مثل هذا المشهد المألوف في الأسواق الأسبوعية في فصل جني الزيتون صار مألوفا حول المساجد عند الخروج من صلاة الجمعة. اقترب الحاج عبد الرحمن وصار من المتحلقين حول الشاحنة، منهم من يشتري وأغلبهم يبدون تريثا، حتى إذا ما اشترى أحد الواقفين بجوارهم وأحسوا بما قد يكون حرجا اشتروا. يتكرر المشهد كل صلاة جمعة إلا أن تكون السلطات المحلية قد نظمت حملة لمنع الباعة المتجولين من عرض بضائعهم حول المسجد. استقر الحاج المكناسي بمارتيل منذ عدة سنوات في منزل له قريب من ذاك المسجد في شارع تطوان. الرجل الذي يقترب من إنهاء عقده السابع أمضى سنوات طويلة في مصلحة البريد بتطوان وشفشاون. كان يعيش مع زوجته وحيدين بعد أن تزوج أولادهما واستقروا في إسبانيا وفي الرباط. كان بائع الزيت يقسم دون أن يرغمه أحد على ذلك بأن الزيت طبيعي غير ممزوج ولا مغشوش. في جانب من حافة الفورغون صحن صغير وقطعة خبز لمن أراد أن يتذوق قبل أن يشتري. طلب الحاج عبد الرحمن من بائع الزيت قنينة من سعة 2 لترين. لم يكن يرغب في المجازفة بشراء كمية أكبر لأنه لم يكن موقنا بأن الزيت المعروضة أمامه صافية كما يزعم بائعها. أخذ القنينة بعد أن لفها التاجر بكيس بلاستيكي ثم مضى إلى منزله. كانت أناقة هيئته مكتملة بعصا بها نقوش فضية يتوكأ عليها. لما بلغ باب منزله وفتحه فاجأه أحدهم، كان يزاحمه ويدفعه إلى الداخل، كاد يسقطه أرضا، أمسكه من جلابته وصار يهزه بعنف. سمعه يقول: سأقتلك إن لم ترد علي أرضي، سأقتلك. لم يكن ذاك الوجه المائل إلى سمرة يعني له شيئا، لا يعرف الرجل وربما لم يره من قبل، لا يذكر في كل الحالات. أرسله ثم مضى. قبل أن يخرج قال: سأعود إليك يا ولد المريزق. قال الرجل تلك الكلمة ثم اختفى، وما قاله أيقظ في داخل الرجل السبعيني ذكريات غابرة. ولد المريزق، لا أحد يعلم له ذاك اللقب إلا من جايله أو عاش في قريته في أيت إدريس. أحس الحاج عبد الرحمن بانهيار، جلس على السلم يسترجع أنفاسه، يكاد لا يصدق الذي حدث. بينه وأيت إدريس أمد يظنه بعيدا. هو لم يعد إلى القرية منذ أن باع كل ما آل إليه من أرض شاع أنه ورثها عن والده المريزق الذي توفي في 50ات القرن الماضي. لم يعلم له أخ ولا أخت.
كان في عائلته من يذكر أنه كان للمريزق ولدان وأن أحدهما اختفى منذ زمن بعيد إذ انخرط في الجندية ومضى إلى فرنسا مع تلك الطوابير العديدة لمحاربة الاحتلال النازي. منذ ذلك التاريخ لم يعلم خبر للشاب الذي قيل إن اسمه العربي. تلك أسرار لم يكن يعلمها أحد، ولا يظن الحاج عبد الرحمن أن في الأحياء من عائلته من يعرفها. لما هدأ قليلا عاد ليتساءل من هو الرجل الذي تجرأ عليه وأمسك بخناقه. صعد السلم ودخل الصالون واستلقى عليه. كانت زوجته في المطبخ تضع آخر اللمسات على قصعة من الكسكس. على مدى السنين الخمسين من زواجهما لم يحدث لها ذكرا في يوم من الأيام عن قصة العربي ذاك الذي كان شقيقه الأكبر. كان خلال سنوات طفولته يسمع والدته تتحدث حين يكون والده غائبا عن ولد مهاني. سيعي بعد سنوات طويلة أنها كانت تقصد ذاك الذي ذهب إلى الحرب ولم يعد. سيعي أنه كان شقيقه من الأب. الآن صار السؤال أكثر إلحاحا، من هو ذاك الرجل الذي هدده؟ هل يبلغ الشرطة؟ هل ينتظر أن يعود ثانية؟ حاول أن يكتم ما يعتمل بداخله. تناول الكسكس مع زوجته وكما عودها لم يفتأ يثني على لذة ذاك الطبق، هو يعلم أن ذلك يرضيها. نهض من قيلولته، في الحقيقة لم يغمض له جفن، وإنما ظل مسترخيا يحاول أن يجد رابطا بين ذلك الماضي البعيد وهذا الذي ظهر فجأة ليذكره باسم نسي، ولد المريزق. مضى إلى المسجد لصلاة العصر. كان الجو غائما والحرارة تميل إلى الانخفاض، ولعله ظن أن الرجل سيأتي إليه أو سيعترض سبيله. لا شيء من ذلك حدث. مر شهر أو ما يقرب من الشهر، وبينما كان في مقهى قريب من المنزل جاء إلى طاولته رجل سرعان ما تذكره، كان هو نفسه الذي اعترض سبيله. بدأ أقل غضبا من ذلك اليوم. جلس إلى الطاولة دون ما استئذان، نظر في عيني الحاج وقال له بصوت فيه ما يكفي من الخشونة: هل تذكرتني؟ أنا لا أعرفك، أنت الذي هاجمتني في باب بيتي، من أنت؟ ظل يحملق فيه، كانت تكسو وجهه لحية غزاها الشيب في غير ما انتظام، وعلى رأسه طربوش يحمل علامة للملابس الرياضية. أنا؟ ألا يذكرك وجهي بأحد؟ لا، لا يذكرني بأحد، من أنت؟ عاد الرجل ليحدق فيه: كيف سمحت لنفسك أن تبيع الأرض دون أن تسأل عن أخيك؟ عمن تتحدث؟ أنت تعلم جيدا عمن أتحدث. في المرة السابقة تعمدت أن أذكرك باسم أبيك المريزق، علك تتذكر. ما الذي تريدني أن أذكره؟ تبدو عصي الفهم، ألا تذكر أخاك؟ ليس لي أخ، ولم يكن لي أخ ولا أخت. صمت قليلا ثم أضاف: وأحسبك أخطأت العنوان. لا، لم أخطئ العنوان، سأخبرك، أنا ابن العربي ولد المريزق. التفت إليه بعدما كان يتعمد تجاهله: العربي ولد المريزق؟ العربي ولد المريزق ذهب إلى الحرب ولم يعد. لا، أبي عاد من الحرب، لم يعد إلى أيت إدريس لأنه خجل من العاهة التي لحقته. كان يتوقع أن يسأله الحاج عبد الرحمن، ولما لم يسأله وإن بدا يبدي اهتماما بكلامه واصل: في الحرب فقد ساقيه، صار مقعدا واستقر في القنيطرة. قبل أن يموت حدثني عن عائلته: كان يعلم أنك تعمل في البريد، أظن أنه التقى شخصا ما أبلغه بأنك صفيت كل ممتلكات المريزق في أي تدريس. كان يحس بحزن عميق كلما أتى على ذكر ذلك. كان الحاج عبد الرحمن يصغي بمزيد من الاهتمام، ولعل عيناه همتا بدمعة. سكت الرجل، ولما رفع الحاج عبد الرحمن بصره إليه وجده ينظر إليه. أقل قسوة كانت نظراته هذه المرة. متى مات والدك؟ منذ 15 عاما. سكت ثم استأنف الكلام: اعذرني إن كنت تعاملت معك بقسوة في المرة السابقة يا عمي، لست أدري لما تصرفت بتلك الطريقة،
لعله طول البحث عنك. نهض وقبل رأسه، جذبه الحاج عبد الرحمن إليه وعانقه بحرارة. كان الرجل الولد الوحيد للعربي الابن المفقود للمريزق الذي كان يحسب له حساب في قريته بأيت إدريس. سيعلم أن شقيقه استقر بالقنيطرة وأنه تمكن من شراء مزرعة محترمة في منطقة الغرب يتولى تدبيرها ولده ذاك واسمه عبد القادر. سيعلم أيضا أن شقيقه خلف 3 بنات هن متزوجات ولهن أحفاد. قلب الحاج عبد الرحمن دفاتره القديمة. في أوراقه ملكية أرض لم يكن قد باعها في أيت إدريس، كانت كل ما بقي هناك من أملاك والده، سلمها بوثائق عدلية إلى عبد القادر وشقيقاته، وبعد أشهر ترجل ورحل. خلال الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد في العام 76-900 ما أن استشعرت أن المراقبة المفروضة عليها قد خفت بعض شيء، حتى حملت ما لديها من مال وبعض الملابس وأخذت وجهة إسبانيا. استقلت حافلة للمسافرين كانت متوجهة إلى قرطبة. أمضت هناك 7 أو 8 أشهر ثم انتقلت إلى سبتة. كانت تلك الفترة كافية لمحو الكثير من لكنتها البرتغالية. امرأة من الحي البرتغالي. استقرت باولا رامون في الحي البرتغالي للجديدة منذ سنوات طويلة، سيدة في العقد 5 بكل مواصفات المرأة الأوروبية التقليدية. الذين لا يعرفون اسمها يتحدثون عن البرتقيزية، أي البرتغالية، نسبة إلى بلاد البرتقيز كما كان المغاربة يسمون البرتغال. لم تكن باولا بالفارعة الطول ولا بالقصيرة، كانت ذات قد معتدل. تعيش البرتقيزية وحيدة في المنزل الذي تسكنه في الحي البرتغالي. كانت لها كلبة من فصيلة الكنيش تشاهد برفقتها في ساعات الصباح الباكر وبعيد المغيب في شارع الهشم بحباح. ليس في الأمر ما يخرج عن المألوف. المرأة تقدم نموذجا لامرأة أوروبية اختارت أن تواجه الحياة بمفردها. كانت تنفتح بحذر على محيطها، وكذلك علم جيرانها أنها جاءت من بالميلا في الجنوب، وأنها بنت عائلة من المزارعين. كان ماضيها ذاك مدخلها لتذكر كل مرة بأن الحياة في جنوب البرتغال تشبه الحياة في المغرب، وأنها حينما اختارت الاستقرار في الحي البرتغالي هنا في الجديدة فلأنها كانت تعلم أنها لن تشعر بالغربة. كذلك كانت تقول، ولكن لم تأتي مرة على ذكر أشياء أخرى كأسباب الرحيل عن البرتغال مثلا. لم يكن يظهر عليها ثراء، ولكنها كانت تستطيع أن تحيا حياتها بيسر. قيل إنها عملت في التعليم وإنها استقالت من وظيفتها، وقيل إن لها تجارة رائجة في البرتغال وإنها وريثة أسرة غنية. قيلت أشياء كثيرة همسا. ذات مساء من غشت من العام 2000 بينما كانت باولا تمر من شارع الهشم بحباح برفقة كلبتها، صادفت مجموعة من السياح يتقدمهم مرشد شاب. سمعته يقدم لهم نبذة تاريخية عن الحي البرتغالي في الجديدة. لم يكن المشهد جديدا، فكثيرا ما صادفت باولا مجموعات من السياح في الحي، ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تكبح جماح فضولها. جالت بنظرها في تلك الوجوه التي كانت تتابع باهتمام متفاوت ما كان يحكيه الدليل السياحي. استوقفها وجه بدا لها مألوفا، خيل إليها أنها التقته وربما تعرفه منذ زمن بعيد، ولكنها لم تتمكن في تلك اللحظات من تذكره. مضت إلى حال سبيلها. لما بلغت ملتقى شارع أحفير وشارع السويس عادت أدراجها. كان يهب من المحيط نسيم يثأر من حرارة النهار. قبل أن تلج شارع الهشم بحباح التقت من جديد تلك المجموعة من السياح. الذين كانوا في المقدمة أغلبهم من المسنين كانوا يتكلمون البرتغالية.
همت بالحديث إليهم، ثم تراجعت واكتفت بابتسامة، ثم وقع نظرها على ذاك الذي لم تستطع بعد أن تتذكره. مرت المجموعة، ثم تناهى إلى سمعها صوت ينادي أدولفو. التفتت، الآن تذكرته، أدولفو، أدولفو سيرانو. كان ضابطا في مفوضية الشرطة في إيفورا، وكان مكلفا بملاحقتها. كانت متهمة بالاشتراك في عملية سطو على مصرف في المدينة قبل 3 عقود. كانت مكلفة بإخفاء ما تم الحصول عليها. وبينما كانت مجموعة السياح تبتعد، وبينما لم يعد يظهر من أدولفو سوى رأسه الذي ابيض بالكامل، استحضرت باولا تلك اللحظات التي تعدها الأكثر تأثيرا في حياتها. كان ذلك في ليل 9 إلى 10 من نوفمبر من العام 75 900 وألف. تم التخطيط على مدى عدة أسابيع للسطو على المؤسسات المصرفية في شارع بروتيرو في كوامبرا. تحدثت الصحف مطولا ولأيام متتالية عن تلك العملية. كانت باولا ورفيقها ميغيل وصديقهما سيباستيان قد تعاهدوا على الحفاظ على السر مهما حدث. تتذكر أنهم وضعوا أقنعة على وجوههم. تسلل سيباستيان إلى داخل المصرف من نافذة. كانت مهمته أن يقطع أسلاك صفارة الإنذار. تبعه ميغيل الذي مضى مباشرة إلى الخزانة. كان يهمهم ما فيها من عملات أجنبية. العداد يمضي وفق ما توقعوه. بعد دقائق كان سيباستيان يخرج من النافذة التي دخل منها، ثم تبعه ميغيل وفي يده كيس به رزم كثيرة من الدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني. ألقى بالكيس إلى سيباستيان الذي جاء مسرعا إلى السيارة التي كانت هي تجلس خلف مقودها. ألقى بالكيس على المقاعد الخلفية وعاد ليساعد ميغيل. في تلك الأثناء لعلعت طلقات من بندقية أوتوماتيكية. أدارت باولا المحرك وانطلقت مسرعة. كانت الخطة تقتضي أن يخفى ما تم الحصول عليه في منزل تم استئجاره على نهر ريو مونديغو. في الطريق كانت تفكر في ميغيل وفي سيباستيان. كانت تتساءل، هل تمكن من الفرار؟ هل أصيب؟ هل قبض عليهما؟ ثم تستحضر ما تم الاتفاق عليه. في كل الحالات يكون اللقاء في ذلك المنزل المطل على النهر. بعد 20 دقيقة لفت خلالها شوارع كثيرة من المدينة، مضت باولا إلى ذلك المنزل. أخذت الكيس الذي تسلمته من سيباستيان وأخفته في مكان اتفقوا عليه. خرجت ومضت بالسيارة بعيدا. ركنتها في ممر تفرع عن شارع الدكتور دياس دا سيلفا، ثم ترجلت. على بعد 100 متر استوقفت سيارة أجرة، ركبتها ومضت إلى شارع قريب من ذلك المنزل. ظلت مستيقظة ما بقي من الليل. لم يأتي ميغيل ولا سيباستيان. في الصباح ستعلم أن أحدهما مات خلال تبادل إطلاق النار مع دورية للشرطة. لم تعرف من الذي مات، سيباستيان أم ميغيل. كانت الصحف تولي اهتماما كبيرا لعملية السطو التي وصفت وقتها بالمدوية. بعد 2 يوم نشرت صحيفة محلية صورة ميغيل وأعلنت أنه توفي متأثرا بجراحه. أمضت باولا أسبوعا في ذلك المنزل، ثم قررت الرحيل إلى إيفورا. حملت ما تم الحصول عليه من عملية السطو وتنكرت في هندام مزارعة. لم يصعب عليها العثور على سكن في إيفورا. كانت التحريات حول عملية السطو قد تعمقت بما يكفي للوصول إليها. تمكن المحققون من تجميع شهادات أفضت إلى التعرف عليها. ألم تكن رفيقة ميغيل؟ أوكل إلى العميد أدولفو سيرانو أمر التحقيق معها. تم تفتيش منزلها ولم يعثر على شيء. لم تنكر علاقتها بميغيل، ولكنها أنكرت كل معرفة لها بسيباستيان أو بعملية السطو. لم يقبض عليها، ولكنها كانت تحس بأنها تحت مراقبة مستمرة من أجهزة الأمن. كان يصعب عليها أن تغادر البلاد وتحمل معها كل تلك الأموال. كانت الحصيلة
$30,000 أمريكي و50,000 فرنك فرنسي و7,000 جنيه استرليني. في العام 75 900 وألف كان المبلغ يمثل ثروة خرافية. خلال الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد في العام 76 900 وألف، ما أن استشعرت أن المراقبة المفروضة عليها قد خفت بعض الشيء، حتى حملت ما لديها من مال وبعض الملابس وأخذت وجهة إسبانيا. استقلت حافلة للمسافرين كانت متوجهة إلى قرطبة، أمضت هناك 7 أو 8 أشهر ثم انتقلت إلى سبتة. كانت تلك الفترة كافية لمحو الكثير من لكنتها البرتغالية. في إسبانيا تمكنت من صرف بعض من المال الذي آل إليها بعد السطو على المصرف، ثم توجهت إلى الجديدة. عادت بها الذكريات بعيدا، توقفت كلبتها بجانبها. لما عادت من شرودها ذاك كانت مجموعة السياح قد اختفت، ومعها اختفى العميد أدولفو سيرانو، لم يتعرف إليها. هي تعلم الآن أن القضية التي توبعت من أجلها تقادمت. بين العام 76 و 2000 تغيرت أشياء كثيرة في البرتغال. صارت البلاد عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعرفت طفرة اقتصادية لم يخلها برتغاليون كثيرون من جيلها والأجيال التي قبلها. تساءلت ماذا لو سعت إلى مقابلة العميد أدولفو؟ كان بودها أن تنظر إليه وتذكره بأنها كانت القضية التي تكسرت على صخرها التجربة التي راكمها على مدى سنين طويلة. ثم عادت تتساءل، وما الجدوى من كل ذلك؟ المال لديها وقد صرفت منه الكثير، وما زال لديها منه الكثير. ثم تذكرت ميغيل، كان شابا أحبته ولهت به، حلما بأشياء كثيرة معا، حتى السطو على المصرف كان في جملة ما حلما به. أحست بألم يعتصر قلبها. ها هي الآن ترج العقد السادس من عمرها ولا تعرف لقبره مكانا. بعد ميغيل لم ينفتح قلب باولا لأحد، بعده لم تحب أحدا. تحركت إلى منزلها في الحي البرتغالي، مرت بوجوه من جيرانها، ابتسمت لبعضها وألقت بالتحية إلى آخرين. كانت كلبتها تمشي بمحاذاتها. فتحت باب منزلها ودخلت. ذاك المساء قررت أن تواصل الهروب. العميد أدولفو سيرانو لن يعود غدا إلى الحي البرتغالي في الجديدة. مساء 21 يونيو، وكان يوم سبت، تدفق إلى متجر الحاج بن عميران متسوقون كثيرون. كان الحاج ومساعده يوسف وأيضا عصام يتوقعون أن يقبل على المحل التجاري أناس كثيرون، فقد علقت على واجهة المحل لافتة تعلن عن تخفيضات هامة تصل 50% في أسعار بعض المنتوجات. بالنسبة للثلاثة سيكون اختبارا غير هين. لا يفضل الحاج بن عميران وصف العسير، هو الذي لا يفتأ يردد اللهم يسر ولا تعسر. أياد صغيرة. لاحظ الحاج العباس بن عميران بائع الساعات والأجهزة الإلكترونية في حي المعاريف بالدار البيضاء أن عدة ساعات وبضع آلات حاسبة اختفت من محله. لم يخفي مساعده يوسف استغرابه، ليس لديه ما يثبت أن تلك القطع بيعت وكانت من أجود ما يعرضه المحل. أحس الرجل بأن الحاج وإن لم يقولها صراحة يتهمه بالتقصير. يعلم أنه لا يشك في نظافة يده، إذ لم يثبت أن سرق أو اختلس خلال السنوات 15 التي أمضاها في العمل لحساب الحاج بن عميران. في الأمر ما يستوجب المزيد من اليقظة. ما حدث يضرب في الصميم ثقة الحاج فيه. يكثر الزبائن في المساء، جماعات وفرادى يلجون المحل، يجولون بنظراتهم الفاحصة عبر المعروض من البضائع، منهم من يشتري ومنهم من يغادر دون أن يسأل عن الثمن. من الوافدين على المحل من يعشقون وضع الساعات في معاصمهم قبل شرائها، ولكن قلة منهم فقط يشترون. وحين يكثر الواقفون أمام طاولة المعروضات
فإنه يصعب مراقبة ما يجري خلف المحتشدين. الواجهات الزجاجية التي جعل عمقها من المرايا تعرض ساعات يدوية من ماركات معروفة. كان ما يطمئن صاحب المحل أن المنفذ إليها يوجد من الجانب الداخلي للمحل، بما يعني أن لا أحد غير الحاج بن عميران ومعاونه يمكنه أن يصل إلى ما هو معروض. كان قد انقضى أسبوع على اكتشاف اختفاء تلك الساعات والآلات الحاسبة لما انتبه يوسف إلى أن ساعتين من نوع جيد فقدتا. أبلغ بذلك الحاج بن عميران. لم يكن لديهما شك في أن الذي يحدث إنما هو عملية سرقة تتم أثناء تواجد عدد هام من الزبائن في المحل. فكر الحاج في استخدام شخص ثان لن تكون له من مهمة سوى مراقبة ما يجري حين يكون يوسف والحاج منشغلين مع الزبائن. خلال النقاش طرحت أيضا فكرة وضع كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار. كانت الملاحظة الأساسية لديهما أن الذي يسرق لا يعمد إلى كسر الواجهات الزجاجية التي تؤثث جدران المحل، وأنه يعمد إلى حيلة تمكنه من تسلم ما يريد سرقته ومغادرة المحل دون أن يقلق أو يخاف. يبدو أن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص على قدر من الاحترافية كبير في مجال السرقة. استقر الرأي على تشغيل من سيتولى المراقبة. قال الحاج بن عميران إنه يفضل أن يكون شخصا له هيئة لا تثير إليه الانتباه، وأن يكون مندسا بين الزبائن ويبدو واحدا منهم. بعد بضعة أيام اقترح يوسف على الحاج أن يشغل شقيقا له كان طالبا جامعيا. قال إنه يظن أنه يستطيع القيام بالمهمة على النحو المطلوب. لم ير الحاج مانعا في تشغيله، وقد علم صواب القرار الذي اتخذه يوم جاء إلى المحل لمقابلته. كان عصام شابا على قدر من الوسامة. شرح له الحاج ومعه شقيقه يوسف المهمة التي سيكون عليه القيام بها، أن يبدو زبونا من الزبائن وأن يتصرف بما لا يثير إليه الانتباه. لاحظ عصام الذي كان يدرس في كلية الحقوق أن بين الزبائن نساء تصحبن معهن أطفالا، كن ما أن تتخطين عتبة المحل حتى تتركن لأطفالهن حرية للتحرك لا تلبث أن تستحيل فوضى. وبين الزبونات نساء تلتصقن بطاولة المعروضات ولا تتوقفن عن طلب ساعات، تضعنها في معاصمهن ثم تنزعنها وتتبدلنها بأخرى، ثم حين ترين ساعة أجمل تطلبن من الحاج أو من يوسف أن يأتي بها، ثم تكثر الساعات الموضوعة أمامهن، ثم بعد أن تبدين أسفهن تنسحبن وتزعمن أن لا واحدة من تلك الساعات أعجبتهن. كثيرات هن اللواتي كن تغادرن وهن تنادين على أطفال اختلطوا بالزبناء اختلاطا. حدث أن رأى يوسف طفلا أو طفلة وفي يدها ساعة أو شيء مما كان يباع في محل الحاج بن عميران. حين يكون طفلا بالكاد ينطق كلمات فإن الأمر لا يحتمل أي تأويل. الأشياء اللماعة أو ذات الألوان الزاهية ينجذب إليها الصغار، بل إن كل ما يرونه في أيدي الكبار يجذبهم من باب حب الاكتشاف والاستطلاع. ولكن نساء كثيرات لا تدخلن المحلات التجارية برفقة أطفال دون 4 أعوام، بل يكون معهن أطفال في 10 وفي 12 ممن يختلف تصرفهم عن تصرف من هم دون 4. بعد أسبوع من العمل جاء عصام إلى الحاج بن عميران ليقدم له تقريره الأول. كان قد تحدث من قبل إلى شقيقه في الموضوع. قال إن أكثر ما يثير انتباهه أولئك الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم، والذين ما أن تطأ أقدامهم المحل حتى ينطلقون في كل الاتجاهات ويختلطون بالزبائن اختلاطا لا يتيح مراقبتهم بالشكل المطلوب. مضى عصام إلى أنه يتعين القيام بما يضع حدا لذلك السلوك. ولكن الحاج بن عميران وهو التاجر المتمرس رد بأن كل تضييق على حرية تحرك الأمهات وأطفالهن قد يكون له أثر سلبي على نشاط المتجر وسمعته.
أضاف أنه لن يكون من المعقول البتة أن يفترض أن كل الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم يعمدون إلى أخذ أشياء من المعروضات. كان الاجتماع الذي انعقد مساء ذلك 6 يونيو من العام 2006 يشبه اجتماع خلية أزمة. لن يقبل الحاج بن عميران أن توصف بأقل من ذلك. طرحت كل الخيارات حتى تلك التي سبق أن تم التفكير فيها، مثل وضع كاميرات للمراقبة. ثم انفض الاجتماع باتفاق على مزيد من المراقبة وبفعالية أكبر. يبدو أن الحاج بن عميران يريد تفادي مصاريف إضافية في الوقت الراهن على الأقل. مساء 21 يونيو، وكان يوم سبت، تدفق إلى متجر الحاج بن عميران متسوقون كثيرون. كان الحاج ومساعده يوسف وأيضا عصام يتوقعون أن يقبل على المحل التجاري أناس كثيرون، فقد علقت على واجهة المحل لافتة تعلن عن تخفيضات هامة تصل 50% في أسعار بعض المنتوجات. بالنسبة للثلاثة سيكون اختبارا غير هين. لا يفضل الحاج بن عميران وصف العسير، هو الذي لا يفتأ يردد اللهم يسر ولا تعسر. ذاب عصام وسط المتسوقين، كان أكثر من يركز عليهم الأطفال. وفجأة رأى طفلا بدا له أنه في 8 أو 10، وهو يمسك في يده بساعة من أثمن ما يعرضه المحل. فضل التريث ومتابعته من بعيد، ظن أنه سيمضي بما في يده إلى شخص يرافقه، لكن لا شيء من ذلك حدث. مضى الطفل وهو يتلفت في كل الاتجاهات يريد أن يخرج، كان يحاول إخفاء ما في يده تحت قميصه لما أمسك به عصام. ماذا تخفي تحت ملابسك؟ سأله. اتركني، صرخ الطفل، اتركني. ولكن عصام لم يتركه، حاول أن يتفلت منها ولكنه كان محكما قبضته عليه. من يرافقك؟ اتركني، لم يكن يقول غيرها. انتبه إلى صراخه بضعة متسوقين. رأى عصام 3 نسوة تخرجن، لفت انتباهه استعجالهن الخروج دون أن تشبعن فضولا غريزيا بمعرفة ولو جزء من حقيقة ما يجري. اقتاد عصام ذلك الطفل إلى مكتب الحاج بن عميران. قبل أن يدخل المكتب ألقى الطفل ما كان يحمله، ولكن عصام انتبه إلى ذلك فأخذ الساعة اليدوية الثمينة. كان الحاج منهمكا في التعامل مع الزبائن، ولما لمح عصام يسير نحو المكتب مضى نحوه. التقوا عند الباب. لم يكن الحاج ليثير ضجة، ظل صامتا إلى أن دخل مكتبه ومعه عصام وذلك الطفل. قبل أن يسأله قال له إنه ضبطه يحاول مغادرة المحل وفي يده تلك الساعة الثمينة. نطق الطفل قبل أن يسأل، أنا لم أسرق شيئا. قال الحاج بن عميران بنبرة حازمة، اسمع يا ولدي، سأنادي على الشرطة وهم الذين سيسألونك وستجيبهم. ثم توجه نحو هاتف ثابت كان على مكتبه، وما أن شرع في تركيب رقم الشرطة حتى انخرط الطفل في بكاء. لم تكن واضحة تماما تلك الكلمات التي كان ينطق بها، ولكن عصام استطاع أن يتبين منها قوله سأحكي لكم كل شيء ولكن لا تطلبوا الشرطة. وضع الحاج بن عميران السماعة وأقبل عليه، كما رأيت لم أتصل بالشرطة، والآن قل لي من جاء معك ومن حرضك على سرقة هذه الساعة؟ بكاؤه يمنعه من الكلام. خرج الحاج وهو يقول لعصام إذا ما لم يقل كل شيء أخبرني حتى أطلب الشرطة. سمع باب المكتب يغلق وعم صمت إلا من شهيق ذلك الطفل. دنا منه، ما اسمك؟ تردد قبل أن يجيب، عدنان. قل لي يا عدنان مع من جئت إلى هنا؟ عاد ليمتنع عن الكلام. قل ولا تخف. ولكنه لم ينطق بكلمة، ثم انفتح باب المكتب وظهر الحاج بن عميران. هل قال مع من جاء؟ لا يا سيدي. إذن فلنطلب الشرطة. وصل الحاج نحو مكتبه، أخذ الهاتف وركب الرقم، ثم سمع يتحدث عن ضبط طفل متلبس بسرقة ساعة يدوية. سمع أيضا يقول إن الطفل موجود ويرفض أن يقول مع من جاء، ثم كلمات الشكر. وضع السماعة
ودون أن ينطق بكلمة خرج. أحدثت الباب ذلك الصوت المألوف، ثم عم الصمت. بعد نصف ساعة جاء إلى متجر بن عميران شرطي بالزي المدني، صافحه الحاج ومضى به إلى مكتبه. كان الطفل هناك مع عصام، الذي ما أن دخل الحاج وأدرك أن الذي معه من الشرطة حتى غادر المكتب. قال رجل الشرطة: سأخذك معي، وإذا لم تقل لنا من أرسلك لتسرق تلك الساعة فستمضي الليل في الكوميسارية. عاد ليبكي، ولكن رجل الشرطة قال له إن الأفضل له أن يقول. سكت، وقد حسب الحاج بن عميران أنه عاد ليلوذ بالصمت، ولكنه تكلم في النهاية: جئت مع فضيلة ومليكة. من هما؟ هل هما من أقربائك؟ فضيلة تقول لي أن أناديها بأمي، ولكن هناك من قال لي إنها ليست أمي التي ولدتني. دل الطفل على سكنهما في المدينة القديمة، لم تكونا هناك لما طرقت الشرطة بابهما. تم تربص يومين قبل الإمساك بهما، وقد اعترفتا بأنهما تخصصتا في تسخير الأطفال لتنفيذ أعمال سرقة في المحل التجارية دون أن تثير أدنى انتباه. كان الطفل عدنان واحدا من عدة أطفال تأتيان بهم من عائلات معوزة، وتزعمان أنهما ستتكفلان بتربيتهم وبنفقات تعليمهم. تسلسلت اعترافات المرأتين. لم تكن ضربتهما الأولى في محل الحاج بن عميران، كانتا وراء سرقة عدة ساعات وآلات حاسبة، تلك التي افتقدها الحاج بن عميران.